صباح أجمل مشاهدينا الكرام، أينما كنتم وحيثما وجدتم، شمالا غربا شرقا وحتى جنوبا لكل كافة ولايات الوطن وربوع الوطن، نساء رجال وحتى الفئة الشبابية، إن شاء الله تكونوا صبحتم بخير. نوضي يا مدام، نوضي يا سيدة، طاقة إيجابية من بلاطو صباح الجمعة. صباح الخير، صباح الورد، نقول لكم صباحكم بربحكم وجنانكم ان شاء الله كل ورود، ولا كل الورود في جنانكم. صباح الورد، صباح الفل، صباح السعادة، صباح الرزق، صباح المسك والبركة، صباحكم اجمل اينما كنتم. ان شاء الله احنا جمعتنا لنهار اليوم وبلاطو صباح الجمعة من قناة الشباب والعائلة راح يكون معنا ضيوف عديدة اللي تحبوها واللي ما تعرفوهاش رانا نعرفوكم بها. اكيد مع الضيوف هذوما راح يكونوا مواضيع مختلفه وفقرات مختلفه اللي راح تفيدكم انتم، خاصه اللي كنتي سيدتي اللي بقاي تتابعي فينا. اكيد كي تنوضي الصباح خدمي شغلك ورانا معاك، انا نقصروا معك ورانا ندردشوا معك من خلال قناه الجزائر انوار ومن خلال برنامج صباح الجمعه. اكيد نعم، يعطيك الصحة هاجر، أنا ورحت معاك زميلة هاجر. إذا مشاهدينا الكرام احنا بدون إطالة نسمع إلى كلمات زميلة نهال حجب ولنعود. صباح الجمعة، يوم الخشوع وراحة الأسبوع، على دروب الخير ألاقيكم وعلى شروفات الأمل الصادق أرحب بكم. مرحبا بكم مشاهدين الكرام والأفاضل أينما كنتم وحيثما وجدتم داخل تراب الوطني وخارجه. عودنا ولينا لكم من جديد في عدد جديد ومتجدد من برنامجنا صباح الجمعة اللي راح يطلع لكم كل أسبوع عبر شاشة قناة الجزائر أنوان. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح المحبة، صباح الأمل والأمان. صبحكم الله براحة البال وسعة الرزق والمال والإطمئنان. صباح الخير اللي راهم راقدين، نقول لكم نوضوا لانه معنا راح تكونوا مستمتعين. واللي راهم يسقهوا على الميدان مع العائله، نقول لكم باللي معنا راح تكون لكم فايده. صباحكم جميل والجمال وجودكم في هذه الحياه، صباحكم سعيد يا سيدات ويا ساده. صباح الخير اللي راهم راقدين، نقول لكم نوضوا لانه معنا راح تكونوا مستمتعين. واللي راهم يسقهوا مع العائلة في الميدان، نقول لكم بلي معانا راح تكون لكم فايدة. جدد لقائنا معاكم للحديث والوقوف في عدة محطات بمختلف المواضيع مع مجموعة من الضيوف، باش نقدم لكم أجمل وأحسن ما لدينا لأجمل الناس وأطيب الناس. حضوركم دايما في القلب ومتابعتكم لبرنامجنا صباح الجمعة راح يكون رمز ودليل لوفائكم لنا. يوم مبارك وسعيد لكل قريب وبعيد، هنا من بلاطو قناة الجزائر أنوان نرسل لكم أجمل العبارات باش تبدأوا نهاركم بالخير والخيرات. جمعة معطرة بذكر الله سبحانه وتعالى لينورنا دربنا ويسرنا أمرنا ويبارك لنا في نهارنا. قناتنا قناة الشباب والعيلة اللي بها راح تكون اللمة هيلة. قناة الجزائر أنوان راح تمتعكم في كل أسبوع مع برنامجنا اللي راح يفيد كبار وصغار. طاقم قناتنا ساهر على إرضاءكم ويسعى دايما لتحقيق رغباتكم ويوصلكم لأهدافكم. ومن هذا المنبر نقول لكم، ما كاش اللي يقدر يغير حياتكم من غيركم منتوما، وما كاش اللي يقدر يرجعكم الناس ناجحين من غيركم منتوما. لحظات السعادة نتحصلوا عليها قاع، بصح كيفاش وقتاش هذا راجع لكم انتوما، انعماه انتوما اللي تخططوا وتحددوا الطريق اللي راح تمشوا فيها. كونوا طموحين ومتفائلين، اتجنبوا الكسل والخمول، التغيير مسؤوليتكم انتوما، اعملوا اتعبوا حاولوا حتى ولو كانت فشلوا، في الدنيا هذه ما كاش غير فرصة واحدة.
اتعلموا من الغلطة واعتبروها مجرد نقطة كتبها لكم ربي سبحانه باش يختبركم في امتحان الحياة. ماشي العيب كي نغلطوا، العيب كي نستسلموا أمام الواقع بكلمة ما نقدرش ولا ما نعرفش. وعلاش اللي قدروا خير منكم؟ يا كامل خلقنا الخالق، وين راح الفرق؟ بالك ماشي اليوم وماشي غدوة، بالصح يجي نهار وتحققوا أهدافكم وتوصلوا لمبتغاكم وتولوا قدوة. توكلوا على المولى عز وجل، قولوا بسم الله ومشوا خطوة، وأنا مني ليكم هذا الدعوة. ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، بقلب شاكر ولسان ذاكر، الحمد لله دائما وأبدا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم وحيثما وجدتم. اليوم كما كتشوفوا حلقتنا فيها غير شباب، الفئه الشبابيه الذكوريه. دوك الامام يفرح اللي يقول راح يكون معنا، هو يحب الفئه الشبابيه الذكوريه. اذا ككل مره وكباقي المرات نجيب لكم شخصيات متنوعه، فنانين، ممثلين، صانعي محتوى. وحنا في صانعي المحتوى ما نجيبوش غير اللي ماشي غير المعروفين فقط، نجيبو مام انسان مازال بداو يعرفوا فيه، يعني في بداياته، صانع محتوى نقدروا نقولوا مبتدئ. سعيدة جدا باستضافة السيد فارس عواد من مدينة قسنطينة، وهو صانع محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اذا صباحك اجمل واهلا وسهلا بك. صباح الخير عليكم وشكرا جزيلا للاستضافة تاعكم. ربي يحفظك ان شاء الله. هذه هي. نشكرك احنا ايضا فارس على قبولك دعوتنا. كما قلنا مشاهدينا الكرام انه فارس هو صانع محتوى في موقع التواصل الاجتماعي. قول لنا فارس، كيفاش حتى بديت المشوار تاعك في هذا المجال؟ بديت في سنة 2020 عن طريق المسرح. كي دخلت المسرح بديت مع مجموعة من الممثلين، هي وين شفت باللي نقدر نقدم الافضل في الكاميرا افضل. في سنة 2021 كان فيديو تاع الدم هو اللي كان رواج كبير، شجعني بزاف هذاك الفيديو باش نزيد نواصل. اكيد راح نلقى انتقاد، راح نلقى اكيد انا راح تلقى ناس مش راح تحبك. معليش كملت فيها حتى وصلت بوان وين زدت عرفت ناس زادوا كوراج وني اكثر واكثر. وين وصل حتى يقول لك ما تفشلش، وين لصقت معاهم وبديت بالعقل وما ناش الحين. مازال ان شاء الله مازال الخير. لا لا بصح بداية موفقة ما نقدرش. بداية موفقة ان شاء الله. نتمنى النجاح لاي واحد ان شاء الله. ان شاء الله. وكيفاش كي قلت انت انتقادات، كيفاش كنت تعامل مع هذو الانتقادات؟ في الاول كنت حطهم شغل فضيحة كما نقولوا احنا هكذا، انت نحب الصاي، ولكن هي شغل بالعكس انتقاد بناء. الانتقاد هو اللي كيقول لك انت ما تعرفش ولا انت ما ديرش ولا خطاياك ولا هكذا، بالعكس اللي راهو يكوراجي فيك راهو يقدم لك الافضل كما نقولوا احنا. الانتقادات هذوك من عند اشخاص معروفين هما اللي كوراجوني اكثر. شفت انتقادات ما تبانش مع تاعي، قالوا لي هكاك ومازلنا نورمال، لانه ما يحبوش انسان ناجح. يحبوا ديما يفشلوه. اذا مشيت معاهم كملت في العقليه هذيك اللي كانوا فيها، حتى وليت الانتقادات هذوك شغل نشوفهم قطره ما عادي. نعم. اذا بالنسبه للانتقادات اللي ربما انتقدوك بهم، ما هو اصعب انتقاد لقيته منذ ما بديت المحتوى ديالك؟ اصعب انتقاد مازال في بالي دوكا هو لي كومونتير الجايحين تاع بدل البلاصه، بدل الحوايج، بدل على بالي عندك وين تروح، راك في الجزائر، على باليش راك. انتقاد مجرح كما نقولوا يعني محبطين ويحبوا يحبطوا. محبطين جدا. ما عند كاين انتقاد بناء وكاين انتقاد اللي شغل يجرح.
مي الحمد لله هذا كله قلبي بارد والله ما سمع بواحد. اكيد في البدايه كل انسان ولا كل واحد ثاني محتوى ولا حتى اعلامي كيكون في بدايته كيشوف هذوك الانتقادات راح يعاود يرجع شويه للور راح بالك يخاف، لكن من بعد كيوقف على حطبه صحيحه خلاص. ايوا الانتقادات ماشي غير في التعليقات، الانتقادات من برا في الشارع كيتلاقاهم برا. من برا ايه من برا كيتلاقى راح تلاقى شغل رياكسيون بين دركا وفي بدايه فرق ما نقدرش نقول لك واش الفرق. كان يهبطك دوكا شرفتنا كتعرفي كيفاش كيفاش كنت تتعامل معاهم وكيفاش كنت تتعامل معاهم، يعني نفس الشخص كان ينتقدك يعني كان يحب شي يحبطك ودوكا يجي ليك شغل يقول لك فوالا وانت انسان وكامل، كيفاش كنت كيفاش تعاملت معاه من قبل كيفاش تعامل معاه دوكا؟ نحكي لك حكايه تاع كي كنت نحوس على خدمه ودوكا كيفاش كنت نجوز على الاصحاب اللي ريستورون هكذا، ولا كنت انا حفاف اللي ما يعرفونيش في صناعه المحتوى، انا حلاق حلاق رجال. كنت في بداياتي من هذا الشيء محقور لانه كان ذاك الفيديوهات ناقصين بزاف صناعه المحتوى. اي جاي حراك تبهل المسوك لكش الخبز ما على باليش واش. مي دوكا حاليا كيشافوا باللي مع اناس معروفين والحمد لله بدات تطور شويه الحكايه، الحساب بدا يراجع ولا العكس تماما. ارواح راك معانا بالعكس راك شرفتنا ما تسمع لهمش، وهو اللي كان يقول لي نفس الانسان يتغير نفس الانتقاد. اما انا نبقى نشوف هكا بعيني ونحيا نقول سبحان الله سبحان مغير الاحوال كيفاش كان وكيفاش ولا. ربما واش من المحتوى اللي راك مخيره دير فيه؟ المحتوى اللي راني مخيره هو الكوميديا بين قوسين اللي كاميرا كاشي. هو اللي كيما نقولوا لقيت فيه نجاح. اللي كاميرا كاشي برا مع الناس ولا كيفاش؟ ايه برا مع الناس اللي كاميرا كاشي هو اللي كيما نقولوا كنت ندير لي فيديو مي خار كي تخرج ولايا الناس كاين اللي يعرفك كاين اللي ما يعرفكش. اما اللي كاميرا كاشي بالعكس الحمد لله سما وين تروح الناس تعرفك تاع قسنطينه اللي يدير القوالب. هذا الشيء سما شغل يفرحني بزاف عكس ما نشوف الانتقاد اللي نشوف اللي يقول لي من ولايه خلاف رانا نتبعوك رانا فاميليا. كيما انت دير القوالب هكا؟ ايوه عندك ماكش ما ديرنا هنا دوك ندير لكم قالب. ما ديرناش قالب احنا انا لابسين فيه زوج طار وما قدوش نهارنا. دير قوالب بدات الحكايه. اول قالب كان في جسر قسنطينه جسر سيدي مسيد مع الفوتوغراف اللي علمني التصوير عبد الرحمن مصور الشهير له تحيه. كان اول قالب نجح بالك هذاك الفيديو واحد 6 ملايين هكا كل هذاك الفيديو كوراجوني اكثر. اي بيان سور كي طلع لك نسبه المتابعات دونك راح تزيد اكثر واكثر. انا شغل تحمست كيفاش كان هذا القالب اللي درته لهذه الكاميرا كاشي كيفاش كانت؟ هذا شغل كي بديت نخدم معاه جديد في الفوتوغراف كنت نشوف هكذا المصريين يديروا اللي يديروا القوالب بصح بطريقه جزائريه حبيت نديرها انايا. يعني هذه الفكره ديتها من من بلدان اخرى؟ لا ماهيش فكره تاعك. لا 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 فكره اصليه ولكن كيفاش راه نفهم دوكا شغل كان مصر يديروا القوالب بصح انا درتها على طريقتي. نعم حبيت ندير قوالب على صناعتي انا. يعني فقط انت اقتبستها وانت زدت يعني طورت فيها. ايوه الكاميرا كاشي نقدر دوك نطورهم بطريقه افضل. خاصه اذا جاني ماتريال ان شاء الله في الاعوام القادمه ان شاء الله ولا في الشهور القادمه افضل نزيد نبدل اكثر. قلت لك درت هذاك اول فيديو كان نجاح بزاف نجح هذاك الفيديو. كيفاش كان الكونسيبت تاعو هذا واش حبيت نعرف؟ كان فيديو خفيف برك هذا ما كان الكونسيبت قصدي درت روحك طاح درت روحك حقر محتوى كيفاش؟ لا لا كنت نتمسخر به زعما نتمسخر معاه في هذيك لا فيديو حتى وين ولا يجري ورايا هكذا منا طلعت هذيك لا فيديو كملت في ذاك المحتوى وما حبيتش نبقى لاصق في الكوميديا. وليت ندير فيديوهات تجارب كما نقولوا احنا تجارب اجتماعيه يعني راك تتطور اللي فيها رسائل. نعم من ذاك كاميرا كاشي من ذاك تجربه اجتماعيه من ذاك باش المشاهد ما يقلقش يبقى يسويفي يبقى والحمد لله على كل حال نوصلوا ديما الافضل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اذا ربما هذه ربما في صناعه المحتوى كانوا عندك عراقيل، خلينا من الانتقادات مشنو هما العراقيل اللي واجهتهم في هذا المحتوى؟ العراقيل والله ما كانش كاين غير الماتريال. عندكم مونك دو ماتيريال سي صح؟ عندي الماتيريال كون يجيني ماتيريال سي بون الحمد لله على كل حال.
الماتريال فقط هو اللعيب الواحد. صح يلعب دور كبير. يلعب دور كبير ايه. الناس شغل تكومونتي لك تقول لك اخدم كاميرا كاش تكون مع البيشن برو بروفيسيونال سي نورمال. تخدمها انت برو. انا ما عنديش عندي غير جهاز ايفون هذا واش كاين. نعم. ميكرو صوت ما كانش. حتى نعاود الصوت. حويج بزاف ما. ان شاء الله نتمنى انه نجيبهم في الايام القادمه ان شاء الله. واني قلت لك ما بقاش حاصل في الكوميديا نوع 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 ونوليت ندير افلام قصيره ايضا. والافلام القصيره ايضا نجحت ان شاء الله. اذا احنا مشاهدينا الكرام باش نعرفوا اكثر واش يدير فارس عواد من مدينه قسنطينه نروحوا نشوفوا مع بعض من المقاطع لفيديوهات الخاصه به. السلام عليكم. 15 مليون عاودي قلت لك السلام عليكم. انت واش بيك مهبوله؟ او فيها مساعده واش بيك هكا؟ شحال عندك؟ قول لي شحال عندك. قول لي شحال عندك برك. شحال عندك؟ من الاخر ما تعينيش انت مهبوله. انا عندي 4 ملايين. قول لي 4 ملايين واش تجيب لي؟ كبش مليح نعيدو به يكون خشيناك تعرف. هاي 4 ملايين نجيب لك هذا صاحبي. 4 ملايين في الشباب ها. اودي قلنا ما تمسخرش. قلت لك هنا بصحتك واش بيك راك تدي هذا عيد به. هاي تفضل ها. مسخر بيا هذا معاه رباطه وشارجره وحده. ما تمسخرش بينا هذا ومش كبش هذا وحرف الكابرك هذا هاك. كيف هذا حرف الكا هذا تمسخر بينا هذا عيد لك 4 سنين هذا هاك تشوف راسه الله يبارك قدماه. واش بيك ما تمسخرش؟ كارونتي واش بيك؟ لانك فندي هذا في يدي حطوا لي في الشكاره هذا. شوف هاك حطوا في الشكاره ما عنديش بصح الشكايه خلصوا نحسب لك الشكاره ب 35 مليون هاك. لا نعيدوا ب 4 ملايين نعيدوا بحرف الكا وخلاص حتى العام الجاي ان شاء الله. هيا ماما هاي 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 ماما. ما نقدرش نطيش. خير يا تدي باباك لدار العجزه سينو صاي صاي هاك على بالك صاي صاي. اصبر وليد اصبر هوا ها وليد اصبر اخي بابا يعيط. الو باباك مخلى لك واحد الامانه اروح تديها. اي صح صح ايا ارواحها كم الانظرين انت وحدك. انني رايح بالرايح هاني رايح من بان قلك بالرايح شنو انطرني بالصرا ولا ما نصحش شنو يختار حاجه ان شاء الله هكا وليد. انيس انا وش بيك؟ وش بيك؟ احنا في سكيكته هنايا ورانا خويا ولد عمي وخوه صاحبي. صاحبي راني في التليفون صاحبي راني في التليفون. مش معاك بصح توسوسك واش بيك؟ اللي توسوس ديك النهار كيفاه ستوري ما نطاكيكش تعاود دقيقة عمرك راني في التليفون مع مانيش عارف معطي مع الواحد مع صاحبي برك. لا لا قادر على روحك ارواح. الى قادر على روحك ارواح نتلاقاو ان شاء الله نسلك لك غدا ما خسر دقيقة. كي قادر على روحك ارواح انا مش عارف صاحبي والله. اش بيك اخويا اش بيك؟ مانيش معاك راني في التليفون راني كندير في راني كندير هاك تروفون انت تشرع عليا مانيش عارف وموسوس والله راني في التليفون اسمح لي. لا اخويا لا مانيش عارف سيدي والله والله اسمح لي مانيش معاك اسمح لي وخلاص. رجالة تاخر زمان واش راح دير راني مع واحد الجماعة. معاك صاحبي راني في التليفون اش بيك؟ انا مش عارف يعني في التليفون والله ماني معاك خلاص وصافي اش فيك موزوز. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا وتعرفنا اكثر على فارس عواد. اذا فارس عواد لكاميرا كاشي هذوما ولا اللي ديرهم انت مع الناس. هل يعني كاش نهار رحت يعني سي تضحك مع انسان ولو كانت نابه منك وتقلق منك وسي يعني هاجمك؟ كاين بزاف كاين اللي ما تقبلش اصلا شنو كاميرا كاشي هذه. كيفاش تقنعوا باش تجوز؟ كيفاش تقنعوا دوك الناس عقليات؟ اكيد كي تقول له صرتو ناس قسنطينه. ايوه ناس قسنطينه صعاب معروفين. نوجه لهم تحيه باش ما يزعفوش علينا. نوجه لهم تحيه. اسمعي كاين اللي مثلا زعما كيشوف كما قلت لك قبيل ماتريال يلعب دور كيشوف ماتريال ومنين يقول لك معليش. اما كيشوفك بتليفونك يحسبك راك تمسخر به اذا فهمتني. بصح وانت واش راك دير لهم؟ بقالب راك تتمسخر به ما بالماتريال. ما يقبلش ما تتمسخرش بيا. يا عنده الحق انت لا تتمسخر بيهم. انا نتمسخر به ونحطها.
ولا تتمسخر به ولا تحطها. كان واحد يقول لك ما تحطهاش، تحطها بالسيف عليه. طحت في ليكا هكا. نحاولوا صاي، شوف كيفاش نحاولوا نحاولوا ما يحبش كاع، ما تحطهاش. ما نحطهاش واش راح دير؟ معلش نجربوا في ضحية أخرى. إذا بعيدا عن صناعة المحتوى، بعيدا عن القوالب، إذا ربما ما هي أصعب حاجة تجوزها في حياتك؟ أصعب من ناحية واش؟ من ناحية الحياة كي تكون حاجة تجوزها صعيبة، أي حاجة. خاطي الفيديوهات. خاطي الفيديوهات. أصعب حاجة تجوزها. أصعب حاجة تجوزها، مازال ما جربتش أصعب حاجة. مازال ما جربتش. كلش ساهل. كلش ساهل. وأسهل حاجة. أسهل حاجة جربتها. إيه. كلش ساهل. أسهل حاجة جربتها. كيف كيف؟ نفس الجواب. واش تجرب سهل؟ واش نجرب سهل واش نجرب صعيب؟ واش تسيبورتي؟ واش نسيبورتي؟ أي فريق قصدك؟ أي فريق؟ فريق مولودية قسنطينة. إيه. نتمنى إن شاء الله يطلع للدرجة الأولى. إيه. الموك اللي يحيوها بالمناسبة. ونتمنى ليكيب بكلتو لي خاوة إن شاء الله يتنحى العنف، هذا ما كان. أكيد العنف الملاعب صح. العنف بزاف باسكو كاين اللي سيبورتي هكذا كاين اللي كذا كذا. أنا موكيست في الدم. ما شاء الله. إن شاء الله. هي كيما حنا نقولوا رياضة فقط، لكن بصح حنا كنا خاوة خاوة فقط كيما نقولوا، كاين واحد يسيبورتي مولودية، كاين واحد يسيبورتي لياسما، فهذاك المدرجات صح يعني نكونوا مختلفين كل واحد واش يسيبورتي، لكن بطريقة محترمة وبطريقة لابقة. إذا فارس ربما أنت يعني راك حاب يعني تكون في التلفزة الجزائرية. إيه أكيد هذا سؤال رائع. حاب نكون وحاب كما نقولوا احنا نمد الاضافه اكثر، لانه في تيك توك والانستغرام ومنا ما نمدش ما نخرجش بزاف كي يوم ماشي كيما ما نخرجش بزاف، نضحك كل نبكي كل واش راك محابين بصح ما نمدش. انا حابه تبكيني دوك. ما نبكيكش دوكا. ما تقدرش. ما نقدر. انا ما نحبش الحزن، نحب الضحك. الضحك الضحك هيا الضحك. اصعب حاجه في الانسان. انا ما قدرش معليش، انا ما قدرش بكيني. معليش راح نقول ضحك. اصعب حاجه في الانسان انك تضحكوا. صح. يلا هيا روح تفضل. اصعب حاجه تضحكوا. تصعب عليك. داك مبات الصباح وانا نضحك فيك ما تضحكيش. ماهوش تبهديله. لا تبهديله. القوالب شوف، الضحك كاين اللي تلقاه كوميدي وكاين اللي تلقاه ديك قالب باش تضحك. والضحك صدق قادر يكون قول قادر يكون فعل. نعم. قادر ندير جاست ضحكي ديفو يجي عفوي الضحك. ديفو كاين جاست ولا ما يضحكش ومن بعد تضحك له عفوي. وانا نحب كما قلتي التلفزه خير افضل. اعمال رمضانيه ان شاء الله. ان شاء الله مع وجوه معروفه مع مخرجين معروفين ان شاء الله. ان شاء الله زود نمدوا الاضافه ان شاء الله. ان شاء الله حرحروا العديان كما يقولوا. تحرحر العديان. لا احنا ما نبينوكش في لاتيلي. لا تحرحر العديان. لا انا راني مع انا اللي يحب يحبط ولا اللي يحب ينتقد انتقاد كما نقولوا احنا، اللي يحب يكسر انسان ولا يهبط منه. لا لا غير حرحرهم. والله غير نحرحرهم بس كاين ناس بزاف ما او يحلف من يوم الجمعه ويحلف. ما كاينش اللي قد يحس واش راني نحس. كيما كاين صناع محتوى راه يشوفوا دوك في الحصه على بالهم واش راني نهضر. باش تكون انسان ناجح والناس بكل تصفق لك ما مشكل. ماشي سهله. ماشي سهله وما كاينش اصلا انا نتصرف. اكيد بصح كي يشوفوك راك غير تتطور راح يتحرحروا. هذه واش نقول لك يتحرحروا. نعم فهمتك فهمتك. هي قد ما يكونوا عندك منتقدين قد ما تعرف روحك انك راك ناجح. انسان ناجح. نعم يهضروها لي بزاف. نعم يهضروها لي بزاف. ثالث واش من حاجه اللي تحب تاكلها والحاجه اللي ما تحبش تاكلها؟ وصلنا للماكله. هكا تجوعيني كشغل. افضل اكله عندي طاجين فرماج. ايه هذه يديره لك الوالده. ربي يحفظها ان شاء الله. ان شاء الله ربي يطول في عمرها. واش اللي ما نحبهاش؟ حاجه اللي ما تحبش تاكل. البيطراف. والمحاجب. البيطراف ما تحبش تاكلها. صافا جامي كليتهم. جامي جامي ما اي باسكو جامي ما تحبهمش باسكو جامي كليتهم كليتهم تولي تحبهم. جامي كليتهم باسكو ما نحبهمش. لا 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 راك غلط. كي كليتهم تقدر تعرف تحبهم ما تعرفش لوكو. لا 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 ما سيبورتيهمش. انا انصدمت ولا مشيو فينا كاع انصدموا باسكو ما يحبش المحاجب. ماشي نورمال. والله غير ما نحبهم ماشي صدمه. لا غالب تقبلوها هذا انتقاد. اكيد كل واحد كيفاش. انا ما نحبهمش. انا ما نحبش المحاجب. نعم نحب طاجين فرماج وطاجين الزيتون والشخاشخ والجاري وكلش.
والبقية لا. وفي يوم الجمعة، الجمعة كيفاش الجوز الجمعة تاعك؟ الجمعة الجزائر كامل دير طعام. هذا امر مفروغ منه، لكن انت ماشي الجزائر كامل. لا 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 90% بطعام نهار الجمعة اوفيسيال. لا انا ماشي كامل. قولي نقول لك. باينه. هذه شغل مسنين عليها باللي بالجمعة. الجمعة طعام. وانت كيفاش تحب تجوز الجمعة تاعك؟ يعني كيفاش تجوزها؟ الجمعة يكون عندك نهار عادي ولا كيما نيا ما تخرج؟ والله صديق كاين جمعة فيها تورناج، باسكو الجروب اللي راني معاه ما عندناش يوم نلتقي فيه غير الجمعة باش باش نصوروا، وإذا ما كانش نهبط الكناري، نهبط حتى وين الماء حطوا يدوش وراني قاعد حتى يفوت نهار الجمعة. هكا يفوت نهار الجمعة. دوك الله تاع ما تدعي ما تقرا قران والو. لا لا باينه كي نصلي ونخلصوا صلاه ومن نحكي على العشيه. هذوك الكناري هو اي نحكي على العشيه، يعني الفيد هذاك تاع العشيه نروحوا نستغلوه في ال والكناري تاعك وغير جبتو نجيبوه. يا حسره بعتو دوكا. يا حسره الكناري راح تما دوك الجمعه شيه ويجوزها رقاد واقيل. هكا هكا لا ما يجوزهاش، تقعد تجيب عصفور يحطو قدام. دير لي ستوري بزاف في الجمعه. انتما هذاك في الوقت هذاك الفراغ تغتنموا في لي ستوري لي ستوري في الفيديو تاعك لي ستوري تاع فوق السطح ونصيد الحمام ولا كاش ما ندير. المهم فيها حتى تاع الطيور، تحب الطيور تاعك لي ستوري مو فيها طيور. فيها طيور فيها طيور ما تكسريش راسك فيها عليا عليا. قوالب والطيور قوالب والطيور صح. واش من حاجه تكرهها في الدنيا؟ واش من حاجه نكرهها في الدنيا؟ من حيث المعامله. واش من حاجه العباد ولا المعامله؟ واش من حاجه نكرهها في الدنيا؟ لا ما نكره حاجه، انا نحب كلش. تحب الكذب النفاق تحبهم؟ اه لا 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 لا, لا. نكرههم. قول والله والله غير نكرههم. الكذب نكرهه، النفاق نكرهه، السرقه. صح. شكون اكثر حاجه اللي تكرهها؟ اكثر حاجة. وحده اعطيني وحده. دوك نعطيك من الكبائر اللي نكرهها هي النفاق اللي يكون النفاق الاسود بزاف في وجهك، يكون زعما شغل صاحبك ومور ظهرك عدوك. وهذه اللقطة صارت لي شحال من خطرة. ربي يهديها ان شاء الله. شغل فاش راه نفهمك، ماشي جميع واحد معاك بلون ابيض معناتها طول حياته لون ابيض. النفاق راه يكون صاحبك ومن بعد يدور عليك تولي اكسود. هذا هو النفاق اللي نكرهه. شكرا يعطيك الصحة. احنا ربما هذه كانت ركن اللي درناه معاك، احنا نسينا من الصباح ونسيو نشوفوا الحاجة المليحة فيك والحاجة اللي ماشي مليحة، ونشوفوا باللي انت انسان من حيث الفيديوهات تاعك ان شاء الله احنا ربي يوفقك، نتمنى لك كل توفيق والنجاح ان شاء الله، وعلاش لي مالا، لكن زيد خدم على روحك لانه ربما مام كاين هناك انتقادات اللي مدوهم لك الناس، هذوك الانتقادات مام تكون هدامه بصح راهم يعطي لك فكره، كاين ناس اللي تعطي لك فكره واش راك دير. فهمتني؟ دوك ماشي معناتها كل واحد ما تعجبوش خدمتك معناتها راهو يكسر فيك، هذه لازم تكونوا واقعيين. اكيد. نعم. لا احنا ما هضرناش انه ما تعجبكش، كل واحد ورايه الشخصي، لكن احنا هضرنا على الانتقاد. نعم. يعني الانسان اللي ينتقدك باش يطيحك. نعم. هذه يطيحك كاين انتقاد ماهوش بناء. كاين انسان يطيحك اي كاين انتقاد ماهوش بناء، ما عنده حتى علاقه بالبناء. نعم. يحطمك مثلا يعايرك بالعائله تاعك ولا. نعم. ما فهمتش كاين حاجه ما تقدرش. ربي يهديه. هذه وين نروحوا نلقاوها ان شاء الله. صح اكيد. هذه اللي كيما نقولوا احنا وين نروحوا نلقاو الانسان المليح والانسان الدوني ولا الانسان اللي ماشي مليح. نشكر بزاف الناس اللي عاونتني ثاني صنع محتوى معروف. اكيد نشكرهم بزاف. كيما نقولوا احنا اي حاجه راه يرمي عليك واحد انت ديرها درج وطلع بها. هذه شافوني في هذه الحاله عاونوني بزاف. شكرا. ربما ككلمه ختاميه وانتهاءات توجهها. كلمة أخيرة نبداو بالوالدين، أمي وأبي اللي راهم يشوفوا فيا دوكا. نجونا وتحية. نحبهم بزاف، سمحوا لي إذا كش ما درت لكم ولا إذا غلطت معاكم ولا، باسكو من غير يما وبابا هما الوحيدين اللي تسمى نطلب منهم السماح واللي نحبهم من قلبي. ربي يخليهم إن شاء الله، واللي ميتين ربي يرحمهم إن شاء الله. وكلمة أخيرة حبيت نوجه صناع المحتوى اللي راهم صناع المحتوى خايفين يبداو ولا مازال ما بداوش اصلا، نقول لك ابدا وتكل على ابدا. واش عندك ابدا، ما اذا ما عندكش باش تبدا ابدا راح يوفقك ربي ان شاء الله. ان شاء الله ما تكسرش راسك، كل التوفيق من عند ربي سبحانه.
جدتي الله يرحمها اللي عندها 6 شهور اللي توفات. ربي يرحمها ان شاء الله ويرحم كل اموات ان شاء الله. يا ربي توحشها بزاف. على كل حال كانت تحب بزاف كانت تحب بزاف الريبو انا وجدتي اللي نقدم له تحيه. عاوني بزاف في هذا المشوار. نعم ربي يكون معها ان شاء الله. ان شاء الله. وهذه هي اي واحد حبيب دا يبدا. شكرا ان شاء الله. شكرا ليك وحنا ايضا نشكروك اللي كنت حاضر معنا اليوم. ضحكتنا ولا ضحكنا ولا ما ضحكناش زهانة الفايدة في الزهو ماشي في الضحك. شكرا فارس ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله وتوصل لمين راك حاب وما اكثر يا رب. كي قلت انت صنع المحتوى اللي يبداو ابداو معليش بصح ابداو بحاجة لائقة ماشي غير تروح وخلاص. فكرتيني المحتوى الرديء نتمنى يتنحى. المحتوى كما قلتي اللي حبيب يبدا بمحتوى وهو رديء غير ما كان له تبدا. غير ما كان له يبدا اصلا. المحتوى الجايح كما نقولوا حنا غير ما كان له تبدا بين قوسين. باسكو حنا رانا نشوفوا الانستا لهاد المواقع تغلبت الجياح اكثر مش رانا نخدموا. غطاونا كما نقولوا حنا. نعم. راكي فتحتي لي جرح. غطاونا الجياحه غطات واش رانا نخدموا ما كان والو. شغل نتعبوا في باطل كما نقولوا. معليش حنا اعلاميين رانا نبينوا فيكم. ان شاء الله ربي يحفظكم. شكرا بزاف الاستضافه هذه تاعكم. شكرا. يعطيكم الصحه. ان شاء الله يا وخلاص. شكرا. شكرا لك فارس. اذا مشاهدينا الكرام نقول لكم احنا مازلنا متواصلين معكم وبرنامجنا اكيد مازال متواصل لكن نروحوا على فاصل ونعاودوا نرجعوا لكم. سعيدة جدا باستضافة شاب جزائري صانع محتوى وفي السياحة الجزائرية والسياحات الخارجية. راح نتعرفوا عليه مع بعض. إذا صباحك أجمل وشكرا لتلبيتك لدعوتنا لنهار اليوم. صباح الخير وشكرا كثيرا على الاستضافة الطيبة ويشرفني أن أكون معكم مع صباح الجمعة. أهلا وسهلا. شكرا. مرحبا بك وانا بدوري ايضا نشكرك على قبولك لدعوتنا ونقول لك مرحبا بك وشرفت بلاطو. اذا اخ رياض هو صانع محتوى في السياحه. اذا قلنا كيفاش احتاجتك الفكره وكيفاش بديت يعني في هذا لو تكلمنا على الفكره انا كنت مقبل هنا في الجزائر كنت نقوم بمغامرات نروح نكتشف الولايات الجزائريه ولكن حبيت ان نروح نكتشف حاجه اخرى خارج الجزائر. يعني بديت رحلتي في دول جنوب شرق اسيا بالضبط. نعم. ومين جاتك يعني فكره انه تروح في السياحه؟ يعني انت شاب عندك دبلوم قريت يعني كيفاش حتى بديت في مرحله السياحه في الجزائر ومنها رحت للسياحه الخارجيه؟ بالنسبه لي السياحه كانت هوايه. نعم. معظم الشباب كنت نخرج شاك ويكند نروح نكتشف حاجات جديده في الجزائر ولكن بعد ذلك كنت حاب نوثق كل رحلاتي. يعني حبيت ندير حاجه جديده وحبيت ندير حاجه نحبها في الوقت نفسه. نعم. قول لنا شحال من دوله راك زايرها لحد الان؟ في رحلتي الاخيره في رحلتي الاخيره زرت اكثر من 10 بلدان. ما شاء الله. كامل ملي بديت الرحله تاعك حتى الان شحال راك زاير؟ ما كنتش زاير بزاف يعني جوج بلدان مقبل ولكن الرحله الاخيره كانت اكثر من 10 بلدان. واش من الدوله الاخيره كامل اللي زرتها؟ البلد بورما. البلد الاخير اللي كنت فيه. نعم. وكيفاش كانت يعني تجربتك في بورما؟ كيفاش الصعوبات اللي تلقيتهم؟ التجربه كانت صعيبه بزاف بزاف لانه البلد راهو في حاله حرب كما على بالكم حرب اهليه وكان صعيبه عليا باش نتنقل بين المدن لتماك ولكن الحمد لله جازت على خير قدرت نزور 4 مدن تماك وجوزت شهر لتماك. نعم. ونروحوا بالنسبه لولايات الجزائر ربما ابراهيم رياض ما دام انه وصلت انه تروح لدول الخارجيه اذا انه نقولوا نقدروا نقولوا انه زرت كل ولايات الوطن. لا مع الاسف الشديد ما قدرتش نزور كامل الولايات الجزائريه لانه يعني مقبل كي كنت في الجزائر كنت نخدم وكان عندي فقط الويكاند. نعم. يعني الويكاند ما كانش نعم واش من الولايات اللي زرتهم زعما باغ اكزومبل اللي عجبوك زعما اللي عجبوك اللي بطبيعه الحال سكيكدا نديرو تحيه للناس سكيكدا. نعم سكيكدا خاصه في الصيف. وثاني كاين وهران. وهران بزاف شابه. وهران الباهيه يعني مجهول تحيه كذلك. الشديد ما راش للصحراء. نعم الصحراء هي الصحراء معروفه. نعم هي لؤلؤه الجنوب الجزائري. نعم كما قلت لكم بلي كنت خدام وكان عندي فقط الويكاند وكما على بالكم الصحراء يلزم اكثر من اسبوع باش تروح تكتشف الصحراء. يعني المده بزاف باش توصل لتماك يعني تستغرق بزاف باش توصل للصحراء
ولكن ان شاء الله ان شاء الله مادام دوك احنا في الجزائر بركه نروح نزوروها مادام الوقت مناسب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. انا حبيت نسقسيك حاجه، انه كي رحت للهند؟ انا شفت واحد الفيديو تاعو كي راح للهند قاعد تاكل في واحد الماكله، لا اله الا الله، انا ما نقدرش نريسكي ونروح ناكلها. الاكلات الهنديه واش راكم تشوفوا في الفيديو، يعني كاين اكل الشوارع وكاين اكل الشوارع النظيف وكاين الغير النظيف. انا كنت نسي ناكل النظيف، نسي كما على بالكم الهند تمتاز. احكي لي على الاتاي تاعهم هذاك. الشاي هو عباره عن مزج بين الشاي والحليب نسلي على ما اعتقد، ولكن كان بزاف بزاف بنين، كان عجبني بزاف. قول لي كي تكون يعني كي تروح هكا البلدان ومن بعد تشوف حاجه مثلا كيما نقولوا احنا حيوانات ولا حشرات ولا حاجه يهرب قلبك منها، تقدر تاكل كامل هذيك الماكله ولا كيفاش؟ ما تمرش، ما تخافش تمرض، ما يهربش قلبك منهم. انا الحمد لله شغل موالف بهذو الاشياء، يعني جاتني حاجه عاديه، يعني نقدر نصبر مع يعني حاجه سهله بالنسبه لي على ما اعتقد. اذا مشاهدينا الكرام احنا نخلو معنا الدردشه مع ابراهيم رياض، لكن باش تعرفوه ونعرفوه كامل مع بعض نروح نشوفوا بعض من الفيديوهات الخاصه به ولا نعوده. الحاجه اللي خلتني نجي لهذا البلد انه يحتل المركز الاول عالميا بتعدد العادات والتقاليد الغريبه، هذا يعود الى اختلاف العقائد في هذا البلد، يعني بين مدينه ومدينه راح تلاحظ هذا الاختلاف. الان رانا متواجدين في العاصمه داكار، هذه المدينه من اكثر المدن اكتظاظا وفوضى في العالم، واللي شفتها انا في حياتي عرفت باللي راح تشوف بزاف سيارات وريكشاهات ودراجات، الناس بزاف، حيوانات بزاف. من اغرب واخطر الاسواق الشعبيه اللي تقدر تزورهم لهنا في كمبوديا العناكب. شو كاش دايره؟ غريل مسكين عليك شي دايره فيه؟ هذا الشعب ياكل دبلوس. نشارك معكم الواقع المؤلم اللي هنا في هذه القريه. هذو المنازل اللي راكم تشوفوا فيهم ما عندهمش امكانيات الوصول الى الصرف الصحي، ثم الفضله تاع الانسان كامل تروح للنهر، لكن الحاجه المشي مليحه انه هذا النهر يعتبر من المياه اللي يشربوهم. سمعت بها انه كاين الاطفال اللي تحت الخمس سنين كل عام يموتوا لهنا، وهذا بسبب الاوبئه اللي تنتشر عبر الماء مع الاسف الشديد. It's good. Wow. 10 of 10. There's a bit. 10 of 10. What is that? Oh, nice, nice. She's cooking. Ah, okay. Nice, nice. Cool. In this village, we don't have electricity. Now we have electricity. We can cook with electric. Before, we used to find out for تك مقبل ما كانوش يستعملوا تريسيتي، دوكا ولات عندهم شويه تريسيتي. مقبل كانوا يستعملوا هذا الفرن التقليدي. This one. اوكي. كانوا يستعملوا لهنا باش يطيبوا الداخل. كما كان حتى واحد نهضروا معاه والله كان يهضر انجلي والله. السلام عليكم. How are you؟ تحدث عربي؟ عربي؟ انت عربي؟ عربي. ما شاء الله. منين؟ الجزائر. الجزائر؟ الجزائر. السلام عليكم. اهلا بكم. كيف حالك؟ مع من انت؟ وحدك؟ انا مكتشف وحدي. تفضل تفضل. بارك الله فيك. بارك الله. انت منين؟ انا كمبوديا. كمبوديا. تتحدث عربي ما شاء الله. ما شاء الله. في مصر من اول يعني. خرجت من مصر 2010 يعني. 2010 ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله. Good. It. Okay. Okay. My name is محمد رياض. You? موسى. موسى. ما شاء الله. محمد سيد. ما شاء الله ما شاء الله. Nice nice village. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذه الفيديوهات واللقطات اللي شفناهم مع الاخ رياض. ربما انا رياض نحب نعرف حاجه، انا دائما كنشوف انسان يعني طامح ويروح يعني الطريق ويكامل انه يدير مغامرات، نحب نعرف الصعوبات اللي تلقاهم وكيفاش تتعامل مع الصعوبات. الصعوبات بالنسبه للسفر يعني مش فقط في السفر، يعني في الحياه كامل تلقاي صعوبات، ولكن الحمد لله يعني تعرف كيفاش تقدر تجتازها بعد تجربه. يعني لو كان نحكي لكم على التجربه الاولى لما بديت السفر، يعني كنت خايف شويه نلقى صعوبات بزاف، ولكن مع التجربه بزاف تولي توالف هذوك الصعوبات، تولي عندك الحنكه وتعرف كيفاش تتعامل. تولي عندك تجربه من السفر، يعني من بعد يولوا يجيوك ساهلين.
وبالنسبة للناس يعني الناس كيفاش جاوك؟ ربما الأجناس كما الأجناس الجزائرية والدول الأخرى والإسلام حكينا لها عموما. لو تكلمنا على الدول الأسيوية بطبيعة الحال يعني الناس بزاف بزاف ناس ملاح ما شاء الله، الناس طيبين بزاف بزاف، يعني تماك تعرفنا العادات وتقاليدهم ورحبوا بنا بزاف يعني، وغير التجاوب معهم الحمد لله. هذه بالنسبة للدول الآسيوية. بالنسبة للدول الآسيوية. الأجناس الجزائرية. الأجناس الجزائرية يعني الشعب كان نقولها لهم غير الخير. إن شاء الله. ما فاش زعما فاش لازم نهضروا عليهم دوكا كي تقولوا غير الخير بصح لازم. مثلا إذا كان عندك كاش موقف مليح ما تلاقيت رحت للدولة وتلاقيت مع جزائري ولو كان عندك موقف معاه ولا. في الحقيقة ما كاش بزاف جزائريين في الدول الآسيوية، يعني تلاقيت الجزائريين في ماليزيا، يعني كاينين بزاف اللي يعيشوا في ماليزيا، ولكن سبقت تلاقيت بجزائريين في كمبوديا. يعني كمبوديا ما كنتش هكذا راح نلقى جزائريين، ولكن لقيت جزائريين يخدموا تماك والحمد لله كانت كانت حنا جزائريين نفرحوا كي نكونوا في خارج بلادنا ولا نتلاقاو مع تحس روحك تلاقيت مع خوك تحس روحك في الدار تحس بالراحه كي تلاقى بالجزائر. وكي يعني مثلا نقولوا البلدان اللي رحت لهم كي يعرفوك انك جزائري تروح يعني تحدث معاهم ويعرفوك جزائري كيفاش يتعاملوا معك؟ كاين الكثير من البلدان ما يعرفوش الجزائر، يعني مع الاسف كي تقول لهم الجزائر بالك ما يعرفوهاش كاسم بالانجليزيه كي تقول لهم الجيريا ولا ما على باليش، ولكن كاين بزاف اللي ما يعرفوش الجزائر. شكون هذو بزاف؟ قلنا لا هذو بزاف. تقريبا كل البلدان اللي زرتهم ما عدا ماليزيا ما نذكروش البلدان اللي باينين اللي تواجد فيهم الجزائريين، ولكن البلدان اللي مش مسلطين عليهم الضوء ما يعرفوش بزاف الجزائر، ما يعرفوش بزاف افريقيا تقدر تقولي مش فقط الجزائر. كاين انا شفت هذاك لا فيديو تاعك اللي كنت تلاقيت مع هذاك كمبوديا ولا في الصين ولا وين كان اللي كان خدم في التسعينات كمبوديا كان خدم في التسعينات هنا في الجزائر هضر علينا غير الخير. نعم نعم التقيت بواحد من كمبوديا هو عباره عن امام اللي سبق ودرس في مصر هذا علاش يعرف كل الدول العربيه، يعني لما قلت له الجزائر عرف جزائريين كانوا يدرسوا معاه مقبل في مصر في جامعه الازهر. نعم نعم ابراهيم رياض نعم. احنا قبل ما نزيدوا نهضروا على تجربتك وكامل ربما وشنو هو اصعب موقف تلقيته في التجارب السياحيه ديالك؟ اصعب موقف وبكل صراحه. اصعب موقف تلقيت به هو في بورما، اول يوم اللي في بورما حبيت نصور نقاط التفتيش تاع الشرطه وفاقوا لي لقيت روحي في الارض. ما فهمتش كيفاش صرات لقيت روحي في الارض. حكموك؟ حكموني نعم، ولكن الحمد لله جازت على خير. وما لا حكي لنا الحكايه كيفاش حكموا كيفاش داوا كيفاش بزاف بزاف وكنت خايف اون جينيرال لانه لما رحت البورما ما علمتش الوالدية ما كانش على بالهم لانه ما حبيتش نقلقهم، وثاني اذا داوك للحبس ولا لا قدر الله تما كيفاش راح تقولي لهم باللي راني في الحبس خاصه راك في بورما يعني شحال قعدت في الحبس؟ لا لا ما قعدتش في الحبس الحمد لله جازت على خير. عرفت كيفاش نتكلم معاهم؟ جزائريين يعرفوا كيفاش الحمد لله ما كنتش نافذ الكاميرا تاعي الكاميرا الكبيره وكنت رافق صافي صافي رياض انت دوكا زعما باغ اكزومبل هكا تجي في راسك بلاد تروح تجيب الباسبور وتجيب الكاميرا تاعك وتوكل على ربي ماماك وباباك ما على بالهمش. في بعض الاحيان ما نقولهمش خاصه بلدان كالهند بنغلاديش ثانيك بورما كاين بعض البلدان اللي خطيره يخافوا والله عندنا تفكير انهم خطيره كيما الهند وبنغلاديش، يعني كان التفكير تاعنا خاصه لو كانت كلمه على والديه كان عندهم تفكير كان عندهم تفكير خاطئ حول هذه البلدان، ولكن الحمد لله كي رحنا شفنا حاجه واحده اخرى. كي الاخر كي قلت بورما لي فيديو تاع بورما هما اللي داروا حاله بزاف، انا هذوك اللي جذبوني بزاف بزاف تاع بورما وخاصه انهم يعني في هذاك البلاد راهم يحاربوا المسلمين. وشفت ايضا واحد لا فيديو تاعك قلت انه وين دخلت الجامع كان فارغ هذاك الجامع، يا ربي كاين زوج ولا ثلاثه برك اللي قاعدين في هذاك الجامع، قول لي كيفاش حسيت في هذاك؟ هي بالنسبه كي كانوا يعذبوا المسلمين ويحرقوا المسلمين هما مسلمين روهينجا، كاين فرق بين مسلمين روهينجا ومسلمين بورما. مسلمين الروهينجا المتواجدين في الحدود بين بنغلاديش وبورما هادو هما يقولوا باللي هذيك الارض تاعهم وبورما ماهيش قابله هذاك الشيء لا بها تقعد تقتلهم يعني دير لهم اباده يعني تنحيهم كامل. بصح مسلمين تاع بورما كاين بزاف، مسلمين بورما من كثره كاين بزاف في الجمعه لما تروح تصلي الجمعه يديروا صلاتين تاع جمعه من كثره الغاشي بزاف. يعني كاين فرق بين مسلمين تاع بورما ومسلمين تاع روهينجا. الفرق بين مسلمين بورما ومسلمين روهينجا نعم. هما يعني الاثنين عندهم اسلام على حقيقه ولا كاين؟ لا هما اسلام يظنوا انه مسلمين تاع روهينجا جايين من بنغلاديش يعني يقولوا لهم هذيك الارض ماشي تاعكم تاع بورما، والروهينجا يقولوا لا هذيك الارض تاعنا.
وهما نسبة قليلة، هذا علاش راهم يديروا لهم اضطهاد. وانا حبيت نعرف، خلينا كل ما نروحوا يعني كل ما تبعد على ولدك بالك من الولايه لولايات تستحل بهذا كله عاش بهذاك تهضركم، هل صار لك موقف في بلاد من البلدان وين مثلا يعني جازت كيما انا قلت لي راه كيما حكموك كي رحت تصور بتخبي راه حكموك؟ الحمد لله اللي سلكت لها الحمد لله. يعني حسيت صار لك موقف انك حسيت روحك وحيد ولا خلاص كرهت في هذيك دقيقه وقلت خلاص سيبوا نعاود نولي لبلادي؟ هي لما تكون في السفر، انا في الرحلة تاعي دامت سنة أو شهر يعني، وبطبيعة الإنسان اجتماعي، بعض الأحيان تروح بعض القرى يعني ما تلقاش مع من تحكي، كما قلت لكم الإنسان اجتماعي يعني تما كيحس بالعزلة، يحب يتكلم يحب يكون في وسط العائلة، ولكن الحمد لله تجربة مع التجارب ولفنا ذاك الشيء. أنا كي قلت شحال دامت الرحلة تاعك؟ عام؟ عام سنة وشهر. عام وشهر يعني هنا ملي رحت عام وشهرين ما عاودش وليت. أنا كان في بالي يعني تروح تعاود تولي تروح تعاود تولي. نعم علي صور وتور نعم ما عليناش. المهم اذا بالنسبه للاكلات نروحوا العادات والتقاليد، ربما وشنو هي الاكلات اللي تميز ربما الدول الاخرى اللي عندهم زعما فايس كيما احنا هكا؟ لايلاش تبلي الجزائر عندها اطباق خير من الدول الاخرى؟ بيان سور حنا الجزائريين الحاجه الاولى اللي نروحوا نشوفوها، خلينا من الاشجار والازهار والبحار والسماء، خلينا من هذا الكوتي، نروحوا دائما نشوفوا دائما نروحوا نكتشفوا الماكلة دائما. الماكلة تاع الجزائر ما تقارنش بطبيعة الحال يعني، ما كانش قد ماكلتنا، وفي البلدان الآسيوية كامل ياكلوا الروز بزاف يعني، نوتس قهوة هذه معروفة، عطينا فيس ما نعرفوهمش احنا ما رحناش، احنا حبينا الروز وعندهم الكاري فقط يعني يضربوا الروز. كاري انا هنا تعرف بلي جزائري كاري، الدجاج كاري، اللحم كاري، ولا فيش كاري يعني سمك كاري، هذا واش راح تلقى يعني، ما عندهمش بزاف اكلات بزاف، وانا ما عجبتنيش بزاف باش ما نكذبش عليكم، وفقدت بزاف الوزن باش نكون صريح معكم يعني، اثر عليا الاكل تاعهم باين يعني. نعم كنت 80 اكثر من 80 كيلو، دوكا وليت 60 كيلو على ما اعتقد. 20 كيلو 20 كيلو 20 كيلو لمدة في سنة بصح، في مدة سنة وشهر عام بصح، خاصة لما بديت رحلتي هند بنغلاديش هذو الدول. دوكا عليك ولا دوكا عليه ولا الحديد على الرياضة. نعم طبيعي، والاكل تاع الام ان شاء الله. بيان سور ربي يحفظها ان شاء الله، ونقولها تحية من بلاطو صباح نجوم، ونقول لها ان شاء الله ربي يحفظ لك وليدك لانه راه مكتشف مبدع مجازف اكيد. هذا التاثير الحقيقي. انا نشوف هذا صح، نشوفه تاثير يروح البلدان يكتشف ثقافات يكتشف تقاليد من خلال الفيديو تاعو، تقدري تكتشفي هذيك البلدان واش فيها ولا هذوك واش عندهم. شوفي برافو ما شاء الله، ربي يحفظك اخي. لا بدون مجامله صراحه، ربي يحفظك لميمتك ان شاء الله. رياض انا حبيت نعرف من ناحيه الدين الاسلام، يعني كيما نروحوا نشوفوا كل دوله وكاين اللي ماشي مسلمين، كاين اللي كيما الهند عندهم الهندوس عندهم بزاف ديانات، حبيت نعرف هل تلقى صعوبه ولا كيفاش تتعامل مع الدول الاخرى، خاصه انه الدول معظمهم ما كاش عندهم ما فيهمش الاسلام. نعم، الحاجه اللي لاحظتها في دول جنوب شرق اسيا بالضبط انهم كاين بزاف المسلمين المنتشرين بزاف هناك، وهذا عن طريق التجار المسلمين اللي كانوا من قبل يجوزوا لتماك لهذوك البلدان يعني نشروا الاسلام لتماك، والحمد لله قدرت نلقى بزاف مسلمين يعني، بالك الدوله الوحيده اللي ما لقيتش فيها مسلمين هي بلد لاوس. ما لقيت فيه كاع مسلمين ولا شيء نسبة قليلة؟ كاين قليل بزاف فقط في العاصمة، يعني لو كانت تبدل مدينة أخرى ما تلقاش مسلمين، يعني مسجد ما تلقاش، هذه البلد الوحيد اللي ما لقيت فيه. كيفاش يتعاملوا معك كان يعرفوا بلي أنت مسلم ولا؟ والله الحمد لله ما تعرضت ولا عنصرية ولا ولا مرة تعرضت لكاش عنصرية، وديما أنا دائما ظريف زعما يقدر وين يروح يدخل. هذه لازم تكون عندك عقلية تاع الرحالة. أكيد لازم تكون عندك الحكمة، وهذه باش يمشي تكتسبها من خلال الرحالات، رحلة مرة تكتسبها. الرحلة تاعك دامت سنة، رمضان وين جوزتو؟ رمضان جوزتو في الهند. رمضان جوزتو في الهند. نعم كانت كنت ما كانش عندهم شرب افريك وكان نهضر غير عندهم الكاري والروز. عندهم الصاموسة كل بوراك تاعنا. صاموسة يعني تشبه البوراك تاعنا. كيما احنا عندنا الصامصة. كيما احنا عندنا الصامصة يعني. وين هي جاية؟ انا راح لي الاسم تاع الصامصة، بديت ننسى شوية الاكلات الجزائرية. بالك تنسى بلادك. ولكن عندهم اطباق بالنسبه للمسلمين، انا كنت ناكل عند المسلمين في رمضان، وكانت الاجواء لي بزاف شابه يعني، كنا نروحوا نفطروا في المساجد، عندهم نفس العادات والتقاليد تاعنا يعني، في الاذان تاع المغرب كانت تلموا في الجامع، وفي الليل عندهم السهره الثانيه تخرج برا تلقى الاكل الشوارع بزاف في الليل. التراويح وعادي كاين ما شاء الله ما شاء الله، دائما ان شاء الله ربي يكون كل العالم تولي مسلم، احنا ماذا بينا الاسلاميين اشرف في كل الدول، في كل الدول، انت يعني رحت غير الدول الاسلاميه
الإسلامية يعني الأسيوية الدول الأسيوية كانت الدول البوذية الهندوسية والإسلام إسلام كانت ماليزيا الدولة المسلمة الوحيدة ماليزيا وبنغلاديش ربما كيفاش تقدر توفق بين ربما في الصلاة في الأكلات زعما باغ إكزومبل ماكلة ما تعجبك شو كيفاش يعني تقدر توفق بين هذو يعني كما قلت لك كما خاصة الصلاة الصلاة تمشي بالبوصلة صلاة القبلة كاين تطبيقات الآن تمشي غير بالتطبيقات عندك القبلة راهي باينة وعندك الأوقات تاع الصلاة تاع البلد هذا ما كلش عادي يعني كلش عادي يعني الله يبارك عندنا التكنولوجيا تساعدنا بزاف الله يبارك أغرب أكلة كليتها أغرب أكلة كليتها كاين بزاف كاين بزاف الأكلات كاينة وحدة اللي جاتك دوكا غريبة ماشي نورمال مازالك دوك تتفكرها بالك ما كليتها يعني كليتها كليتها ما يكون بالك نقدر نقولوا الفاكهه ذات الرائحه الكريهه اللي معروفه في ماليزيا اللي تسمى بالدوريان دوريان دوريان نعم هذه الفاكهه كريهه بزاف بزاف وفي نفس الوقت غاليه يعني خلصت عليها دراهم وكان لي لازم نكمل هذيك الفاكهه يعني ما حبيتش نروح خساره فيها الفيتامينات باسكو ربما كريهه من ناحيه الريحه والبو من ناحيه الريحه يعني من كثره كريهه ممنوع تدخليها المطار ولا للفندق تاعك وكليتها نورمال انا جاتني عاديه مش شجاع الريحه تاعها كل بطيخ يعني شتي البطيخ لما اخذ بطيخ الريحه تاعو جابها لا البطيخ النهار يحب يجي يفسد هذيك نفس الرائحه كيف كيف نعم وأكل عجبت من ناحية الأكل هل لقيت زعما كاين ناس ولا هذو الديرين تلاقيت بهم مازالهم شادين في العادات تاعنا تاع الديرين ولا لقيت الماكلة تاع الجزائر تما؟ ماكلة تاع الجزائر ما أسف ما لقيتش حوست على بزاف مطاعم خاصة في ماليزيا وما لقيتش وتحية الجزائر ولكن هذه الحاجة اللي غبنتني نعرفوا حنايا كيما في الترك كاين وين تروح تلقى مطاعم تاع الجزائر كيما في فرنسا كيما في كندا ولا دوك حبيت نعرف من ناحية لأنه الجالية الجزائرية منتشرة بزاف في أوروبا ومن ناحيه امريكا ايضا على ما اعتقد كندا ولكن مع الاسف في اسيا ما كاش بزاف يعني تلقايهم فقط في ماليزيا ماليزيا اللي كاين والله اندونيسيا هذه البلدان اللي تلقاي فيهم بزاف نعم ومن هذا الباب يعني واش تقدر توجه رساله للام تاعك من الجانب الاكل حنا نهضروا على الماكله الجانب الام الام يعني في الاكل يعني في الطبخ تاعها دوكا لازم تهلا فينا خاصه رمضان راهو جاي رمضان يخرج مزونا في الجزائر ان شاء الله ان شاء الله اما انا نقول قام يقول ان شاء الله تمام على بالناش لازم تنسيه واش تجوز الماكله هذيك اللي تجوزها كاع نسيه فيها لازم ان شاء الله اما انا نسموك اما انا ما نسموكش رياض ابراهيمي نسموك ابن بطوطه الجزائر هذه في البدايه ابن بطوطه الجزائري اذا احنا والله غير دردشه معاك يعني بزاف حلوه احنا ماذا بينا نكتشفوا احنا هضرنا عليك اليوم اون جي نزيدوا ان شاء الله مرات اخرى ان شاء الله نزيدوا نجيبوك ان شاء الله نلقاوك في الجزائر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ربما كلمه ختاميه ربما كاهداءات للعائله تاعك لزامي الاسيويين بارك الله فيكم على الاستضافه الطيبه كان وقت بزاف بزاف شباب معكم ونوجه تحيه لوالدي بطبيعه الحال ربي يحفظكم ان شاء الله وما تقلقوش عليا بزاف يعني ان شاء الله نشوفوا مغامرات جديده في بلدان مختلفه والله في الجزائر ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب وانا ايضا نشكرك الاخ رياض على قبولك الدعوه مره ثانيه نشكروك يعني كانت كما نقولوا حنايا القعده معك حلوه ما شاء الله وعطيتنا شويه ثقافه شويه حيه البارك اختك كي نروحوا انا كي نروح نعيط لك غير نحصل نعيط لك ان شاء الله ان شاء الله اذا مشاهدينا الكرام نقول لكم حلقتنا مازالها متواصله معكم وحنا مازلنا متواصلين نروحوا على فاصل ونعاود نرجع لكم عاودنا ولينا لكم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم وحيثما وجدتم من كل ولايات الوطن صباحكم اجمل وجميل ورائع وصباحكم مسك ان شاء الله اذا سعيده جدا دائما باستضافه الاستاذ اسماعيل شيبان الجزائري في الركن الخاص بالدين اهلا وسهلا بك الله يسلمك الله يبارك فيك وانا كذلك اسعد برفقتكم في هذه الدقائق المعدوده وانا ايضا ارحب بك استاذ اسماعيل شيبان الجزائري ونقول لك صباحك ورد ان شاء الله اذا مشاهدينا الكرام حنا كنا ولا في الحلقه اللي فاتت كنا يعني هضرنا على يعني على المشاكل الاسريه بين الزوجين وكنا هضرنا ايضا على الاباء كيفاش يكونوا ولا كيفاش يتعاملوا مع الابناء تاعهم خاصه بناتهم كيفاش يعني كيفاش يزوجوهم ولا اتخذناها من الجانب الاجتماعي وكيفاش يتعاملوا في داخل البيت لكن الآن نروح إلى الجانب الروحي أستاذ شكرا بارك الله فيك
قبل ما نوصل للجانب الروحي ما زال الأسباب وأسباب وأسباب وأسباب. بين الأسباب أولا قبل ما نبدأ خلوني نرحب كما أنتم رحبتوا بالمشاهدين كذلك نرحب بالمشاهدين ونقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو أن يكون كلامنا ونحن نخاطب قلوبكم وعقولكم قبل أن نخاطب أذنكم وأسماعكم، فنرجو أن تتقبلونا لأننا لا نقول إلا الحق والحق ثقيل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالكلام الذي نقوله قد يكون ثقيلا قد لا يستسيغه البعض، ولكن نرجو أنه الحق الذي أمرنا أن نبلغه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله لجاما من نار يوم القيامة. فنرجو أن لا نكتم عنكم شيئا نعلمه، نرجو أن تتحملونا كذلك. قلت أختي الكريمة أنه ما زالت أسباب كثيرة التي تفك وتهدم الروابط الأسرية. قلنا تكلمنا الطلاق، تكلمنا الخلع، قلنا هذه الأمور ما هي أسبابها. ذكرنا من بين الأسباب سوء الاختيار، وكذلك أنه الولي أو الأب ما يلعبش الدور تاعو كما هو منوط به، كما هو يجب وينبغي عليه أن يلعب هذا الدور في اختيار شريك الحياة لابنته. ذكرنا كذلك أن الزواج هو ميثاق غليظ، يعني الإنسان قبل ما يتزوج لازم يكون في هذا المستوى. كنت حاب نذكر واحد العبارة أو مثل شعبي جزائري يقول لك الخطاب أرطاب، يقولوا هذا الكلام هذا العبارة. فهذا الشاب الذي يتقدم إلى هذه الفتاة، خاصة إذا تقدم إلى الفتاة عن طريق الفتاة، راح يهدر لها كلام غير شباب، راح يبين لها في نفس الأمور غير مليحة، وهي كذلك. يقول لك قبل الزواج كامل يكذبوا، ما كاش اللي يقول الصح، وهذا كي يتزوجوا يعني ما نقولوش ما نقصدوش بالكذب الكبيرة من الكبائر، ولكن كل واحد يزين، يحاول يزين نفسه، يحاول يحط روحه في الصورة التي يتقبلها الطرف الآخر. حتى ما يفهمنيش المشاهد الكريم خطأ، لا أقصد لا أتهم الناس بالكذب معاذ الله، ولكن هذاك الخاطب اللي هو الرجل ولا المخطوبة للفتاة تحت بين روحها في صورة كأنها بلقيس ملكة سبأ. هذا الأمر معروف، أني ما جبت حاجة جديدة يعني بكلامي هذا. قلت الخطاب رطاب، الطفلة هذه مسكينة راح تسمع الكلام غير شباب، ومباشرة راح تقول يمها يمها والله كاين واحد وكذا 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 وكذا، فتذكر فيه إلا المحاسن، أصلا ما تعرفش المساوئ تاعو. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية، وعين الرضا عن كل عيب كليلة. يعني إنسان إذا كان رضيت عليه راح يبان لك هو كلش، هو كلش بارك الله فيه. فالطفلة هذيك أو الفتاة أو المخطوبة راح تمشي بهذيك النظرة، هذاك واش تعرف منه، سواء خطبها سنة أو سنتين أو أقل من ذلك، سواء كان بيناتهم عقد شرعي ولا ما كانش، المهم هم خلاص داروا العرس ودخلت هذه المرأة لهذا الدار. خلاص الآن خرجت من العصمة تاع بابها، دخلت في العصمة تاع هذا الإنسان. فتصطدم. هنا صار أكسيدون. شي أكسيدون؟ هنا صار زلزال. هنا ينوض البركان. تولي هذيك المرأة تشوف أمور لا تعلمها عن هذا الخاطب. وهو كذلك بارك الله فيك، وهو كذلك الزوج يولي يشوف امور عمره لا شافها في هذه المراه، لانه خلاص ما كانش الان ما كانش بيناتهم حاجز، راه هو وياها ما كان بيناتهم حتى حاجز. فهنا الانسان هنا يظهر معدن تاع سوا تاع المراه ولا سوا تاع الرجل، يظهر المعدن الاصيل. انسان اذا كان ظهر بالشيء اللي كان عليه من قبل، خلاص ما خبى والو وبان كلش، بين كلش عادي، هنا راح يعيشوا في سلام ووئام. إلا كانوا هذاك يسيرج وهي تسيرج، يلحقوا
فينكشف المستور. تعي وتبان الحقيقة. بارك الله فيك. يبان الحقيقة، يصير الصدام ويصير الزلزال. تقول لك أنا قبل الزواج، ولا هو يقول لك أنا قبل الزواج كنا ملاح ولاباس بينا ونتزاوروا ونروحوا عندهم ويجوا عندنا كدامنا، حنا تزوجنا وحنا تفك هذا الأمر كامل. إيه خاطش أنتم من قبل الزواج كنت أنت تقول على دارهم وعليها هما ما كاش كيما هما، هي كذلك كانت تقول عليك ولا داركم أنتم ما كاش كيما أنتم، لأنه أنتم بينتوا لهم بلي ما كاش كيما هما، بلي ما كاش كيما أنتم. بارك الله فيك. نعم يعني والله لا جات هكذا، ما 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 خيرش الكلام، هي جات هكذا. ف الآن هنايا قلنا ينكشف المستور، هنا الآن يجي الحكمة والعقل. هنا تدخل الحكمة، هنا نبداو نتعاملوا بالحكمة ونتعاملوا بالعقل. ربي قال وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هنا كاين مودة وكاين كذلك الرحمة. سواء أنت مرتك غلطت ولا سواء أنت يا رجلك غلط، مش عيب الإنسان أنه يغلط، احنا نغلطوا مع ربي سبحانه عز وجل ونستغفره ونتوب إليه ويقبل توبتنا ونعود إليه. أنت إذا غلط راجلك ما تسمحيوش تضربي ثلاث أيام ربعية ما تهدريش معاه، أنت إذا غلطت مرتك ضرب سنة ما تهدرش معها، علاش تزوجتوا أنتم أصلا؟ هنا قلت لك نعود ونرجع دائما للأصل. هنا إذا كان الولي يلعب دوره، إذا كانت الأم لعبت دورها حقيقة، هنا الأم إذا كانت هي كتروح تقولها بنتها يا يما هو دار لي كذا ولا فعل لي كذا ولا رانا كذا ولا رانا كذا، تقولها صبري شوية سنين نزيد نشوفوا إلا لا ماشي سوا سوا، واش ولا ماشي سوا سوا؟ روحوا المحكمة نديروا الخلع. شغل لبسة يبدلوا فيها. شغل لبسة يبدلوا فيها، بارك الله فيك. هنا تولات المرأة لا تصبر تماما. ذكرنا الآية الكريمة وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أزواجا لتسكنوا إليها. يا رجل ربي خلق لك امرأة باش تسكن إليها باش ترتاح إليها. يعني هنا يكن سألوا احنا أنفسنا سؤال، من هو الذي يتحمل الآخر؟ هنا تقول لك انا ما قدرتش، هي تجي تقول لك انا ما قدرتش نتحمله، تروح مباشره للمحكمه، والله كيما نحكي معاك، تروح للمحكمه مباشره تقول القاضيه انت علاش كي حابه ديري خلع؟ قاضيه. نعم قلت القاضيه. نعم نحن في الاستماع. بارك الله فيك. ايه تقول لها القاضيه انت علاش كي حابه ديري الخلع؟ تقول لها ما قدرتش نعيش معاه، ما حملتوش. سؤال شكون اللي يحمل الاخر؟ ربي خلقك باش انت اللي تحمليه، لانه انت اللي تستوى به. لأنه المرأة هي اللي تستوعب الراجل. قل لي واحد يقول لي واش راك تقول؟ أنا ماشي أنا اللي قلت، هذا كلام الله جل في علاه. نعم. وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما أنت أنت اللي ترتاح للمرأة، هذه المرأة هي اللي تدير لك الراحة. كما أنا وأنت وجميع واحد راهي شاهد فينا حياته كامل ويما هي اللي تريح فيها. نعم. شكون اللي يريحك في الدار؟ صح صح الأم. بارك أكيد الله أكيد. فهنايا هذا أمر من الأمور، سبب من الأسباب أنه هنا المرأة ما تتحملش الضغط، ما تتحملش الراجل، لأنه علاش بين في رأسها فكرة بلي الراجل هذا إلا ما مشاتوش كيما تحب كيما تحب بارك الله فيك، هذا الراجل يولي ماهوش مليح، يولي ما يساعدهاش، يولي كونتخيغ ثاني، يولي ما يوالمهاش. معذره معليش. نعم. انا نتقبل لانه مام المراه كذلك عندها دور في المجتمع الجزائري، وانا بصفتي من الفئه النساء عن حقي انه من حقي ندافع عن النساء، لانه الرجل كذلك له دور في المراه، لانه نحن انا نشوف معذره استاذنا انا نشوف انه الكثير من الرجال يخدعون النساء. صحيح هذه كاين صح. احنا قبل ما نروحوا لهذا الراجل اللي يخدع المراه، صبري حتى نكملوا. قولي لي انا كي قلت لك لازم المراه هي اللي تحمل الراجل، انت اعطيني حاجه قولي لي بلي الراجل فاش لازم يتحمل المراه مثلا، اعطيني حاجه انت ومن بعد نروح. يتحملها في الكثير من الامور، اعطيني مثلا المراه اكيد اعطيني بحقه. نعطيك بحق اكيد اكيد. لانه ربما الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبه للزوجات تاعو كان ربما الزوجه يقيم المراه،
أكيد. نحن دوكا في الوقت اللي رانا في الوقت الحالي مش كافة الرجال، أنا مانيش ما قلتش أون جينيرال، لكن مانيش نعمم على كل الرجال، بعض الفئات من الرجال، المرأة إذا كانت عاقلة ومرأة كانت متربية ومرأة خلوقة يغلقوا عليها البيت، يغلقوا عليها البيت ويخدعها في الخارج، رغم أنه الزوجة تاعو مطيعة خلوقة متربية. هذه حاجة. الحاجة الثانية هي أنه ربما كذلك الزوجة هي اللي عندها ضغوطات، عندها ضغوطات من طرف الأبناء، ضغوطات البيت، ضغوطات الزوج كذلك، لازم تتحملوا. أنا راني معاك، أنا كي ما تحملش الزوج تاعي شكون راح يتحمله؟ هذه أكيد. لكن الزوج كذلك عنده واجب نحو الزوجة ديالو. معناه هنا يا أستاذنا واش حبيت نقول لك هي أنه كذلك الرجال لهم دور في هذا في هذا المشاكل. نعم وكذلك أستاذ رانا نعيش فيها، ربما احنا الله يعافينا إن شاء الله كافة نساء الجزائريات العديد منهم عندهم مرض السرطان، نشوفوا أنه المرأة كي تمرض رجل تاعها ما يرفدهاش، والكونتخيغ إيجوست، يعني الزوج كي يمرض المرأة هي اللي توقف عنده في السبيطار، المرأة هي اللي تطيب له، المرأة هي اللي تحن عليه، والمرأة هي اللي توقف له على ولاده. ورانا نشوفوا فيها ونعيشوها. يعني وش رأيك في هذا النقطة؟ ليش طيب بارك الله فيك، كلامك مقبول معقول، نأخذ منه شيئا ونرد منه أشياء. معلش نحن طيب في الاستماع. أنا كلمت لك وش قلت لك أنا، قلت لك آية كريمة، آية في كتاب الله أكيد، وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نعم هذا العام، هذا العام، هذا أمر عام، يعني مكتوب على بني آدم كامل، وخلق لكم من أنفسكم على أولاد آدم كامل، مسلمهم وكافرهم، أكيد نصراني يهودي عنده دين ما عندهش دين، هذا الأصل. الأصل أنه المرأة هي اللي تحمل الراجل. الآن قلت لي أمر، الآن أمر خاص، هذا مرأة مرضت ولا مرأة ما أدري رجلها ما يتحملهاش، أنا هذا أمر خاص، أمر شاذ، موش هذا أمر عام تقولي لي مش كل الرجال ما يتحملوش نساهم. نعطيك مثال، على بالك بلي نعرف انا شباب باش تزوج صرف 200 مليون باش جاب مراه. نعرف شباب قوه قيم هذه المراه وعطى لها حقها، قاد حتى ولا في عمره 30 و32 و35 سنه باش تزوج، ضرب 20 سنه هو يخدم ويجمع في المال باش خدم وبنى لها ودار لها دار ودار لها عرس ودار لها ذهب ودار لها، تجي هي في لحظه يغلط كلمة واحدة ترجع له 20 كلمة. نعم هذا ليس من حقه. أكيد يا أختي الحق حق، أنا مش أقول لك رجال هذو ما راهم ملائكة. حالات يعني. رجال ما همش ملائكة يا أختي الكريمة، رجال ما همش ملائكة. ليش يقول الكلام هذا اللي ندافع على الرجل؟ أنا مالي لا ندافع على الرجل لا على المرأة، أنا مع الحق والحق دائما وسط بين هذا وهذا. نعم. حتى ما نجدوش الحبل منا وما نجدوش الحبل منا. عندك سؤال ولا نكمل؟ ليس لدي سؤال. أنا عندي سؤال. كما قالت زميلتي أسماء قلتي المرض كاين، صح بعض الرجال وين حتى يكون يشوف مرته أنه هي ملكة الجمال، لفات اللي تمرض يخليها، هذه نقطة. يا أختي هذا أنا بالنسبة لي اسمحي لي الجواب تاعك، في رجولته نظر. نعم نعم أكيد. نروح أيضا من جانب في رجولته نظر. نعم. بارك الله فيك. نروح أيضا للنساء، ذوك النساء اللي يشوفوا فيه يقول لك هذه مرة راهي تعطاكي فينا، مانيش نعطاكي أنا نقولوا في الحق وللحق ولو كان مرا. كاين أيضا بعض النساء كما قلت الخطأ، يعني أكيد كنا نغلطوا، المرأة تغلط والراجل غلط، لازم هي تتحمله هو يتحملها، كما نقولوا ما نمحوش من المحبة بسبب الخطأ، بالعكس نمحو الخطأ بالمحبة. كاين أيضا بعض النساء ربي يسامحهم أنه نهار كومبلي هي يماها في التليفون، هاو راجلي دار، هاو راجلي شرا، لا شرا ليماها وشرا لها، هاو دارها وما دخلش بكري. هنا شوف أي أم حتى كي تكون واش تكون اي ام من ناحيه الابناء تاعها راح تضعف وراح يلين قلبها من ناحيه الابناء تاعها، يعني تجي مع بنتها وهنا راح تخلق المشكل، وهنا راح تخلق كيما نقولوا هذاك العائق بين بنتها والزوجة تاعها. راح تحاول تنصحها، راح تحاول تحل المشكل بعقلها هي وليس بعقل ابنتها. اكيد ما لي منه بنتها هي اللي عايشه مع الراجل هذا، تسمى الحل لازم هي اللي تلقى الحل، وراجلها هو اللي يلقى الحل لمشاكلها. المشاكل الاسريه اللي خرجت من بيت الزوجيه ضاع البيت. نعم صحيح. نعم اكيد كل واحد راح يجي يحوس لك على حل. صحيح بابها يعطي لها حل، امها تعطي لها حل، خوها يعطي لها حل، خوتها تعطي لها حل،
صاحبتها تعطي لها حل، وحده ما تعرفها ما والو تلاقيت بها في السوق، تلاقيت بها في ما باليش انا في الحافله، حكيت لها حكايتها واعطت لها حل. وانا راني ضد يعني فكره نعم نعم صحيح مشاكل زوجيه يبقى بين الزوجين نعم، والمراه تمشي بقلبها ماشي بعقلها صحيح. هذا امر معروف ماشي جديد نعم. بارك الله نعم. فيك المراه تمشي بقلبها ما عندهاش حكمه تمشيش بعقلها شي ما انتهى كعنسة، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا ثلاث، مش ما نروحوش بعيد، كاين مراه عندها حكمه، كاين مراه تقدر تستشيرها كما النبي عليه الصلاه والسلام عليه استشار ام سلمه رضي الله عنها نعم في صلح الحديبيه معروف الحديث هذا، هذيك مراه عاقله ولكن باش تولي مراه عاقله كما هذيك اي واش اكيد طيب باش ما تقولوش هذا راهي في كيفينا ولا راهي يضرب في النساء ولا راهي يضرب في لا لا الحقيقه الحقيقه انا نقول الحق أكيد. الحق الان انا واش ننصح واش نقول لكم يا نساء ويا رجال المشكل تاعك خليه في بيت الزوجيه نعم حلوه انتوما بيناتكم، لانه كي تحلوه انتوما بيناتكم راح يجي الحل حلو ويجي يرضي الطرفين، اما اذا دخلتوا اطراف اخرى انت تدخلي يمك هو يدخل يمه يدخلي باب أباك باللي تكون مشكل بسيط جدا بسيط وبسيط جدا علاش المشاكل هذه تصرى؟ لانه هادو مزوج ما همش موالفين بعضهم ما يعرفها في الحقيقه ما يعرفها ما تعرفوا حتى ولو قلت لك تكلم معها ولا عرفها ولا كذا هذوك الامور كلهم هذيك الامور كلها ستسقط نهار العرس نهار الزواج تاعهم خلاص. زيد كذلك المشاكل الاسريه باش ما ننساش العين العين ثم العين ثم العين عندها دور كبير كبير انا ندخل في الجانب الروحي نعم برك يعني نتكلموا شويه فقط باش ما نتكلموش بزاف ومن بعد نروحوا للجانب الروحي الحقيقي العين انت هي في العرس دير لك ديسك جوكي ديك ست سوايع هما الغناء هي نهار كومبليت تروح الصباح 6 تاع الصباح عند رونديفو عند الحفافه تجي على 10 شوفي ما تصلي ما تتوضا صح ما تذكر ربي نهار كومبلي راك عرضه ليما انت راك عرضه للعين ديري التصديره يجوا هذوك النساء كامل شوفي وحده فيهم تقول الله يبارك صحيح. الا من رحم ربي بالك وحده ولا زوج اللي يقولوا الله يبارك صحيح تروح دير التصديره هذوك بالحوايج هذوك ما على باليش انايا ونسى على بالك كيفاش وراه تشوفوا نهار كومبلي تدي في العين ما راكي محسنه روحك ما راكي مصليه صلاتك ما راكي متوضيه ما راكي والو شوفي اكيد راح تروحي مريضه لدار راجلك، راجلك يعرف عليك كل امور مليحه كل امور طيبه، كي تلحقي لدارو تولي تشوفي فيه ظلمه، يقول لك يا دي واقيله كش ما داروا لي وما داروا لك والو، انت هي سبب البلاء في نفسك، انت اللي ابتليتي نفسك بهذا الامر، علاش؟ لانك انت ما حصنتيش روحك نار عرسك، روحي اسالي انا ما نجيبلكش حاجه من عندي، روحي اسالي من عندي نساء شحال تلقاي من وحده نهار عرسها تصلي ولا كذلك عريس ماشي غير نساء حتى عريس حتى الراجل تلقاه في نهار عرسه ما يصليش لكن يكون يصلي في الايام الاخرى هذاك النهار دوك على بالك بلي كيما نساء تروح عند الحفافه وراجل ثاني كيقول يروح عند الحفافه بين قوسين سمحوا لي ماشي الحفافه عند الحفاف ويخير حفاف ويروح يدير له على باليش وشنو وينحي له لي بوان نوار وينحي له هذيك ويدير له وينقي له ويدير له نهار كامل هو عند الحفاف عند المجمل عند المزين علاش على باليش قال باش يبان شباب بالك يديروا له سيلفي ولا يتصوروا ولا زيد ما يصلي ما يذكر الله عز وجل ما يحصل نفسه بالاذكار الصباح والمساء ومن بعد هذيك يلحقوا كاين ناس نهار الاولاني اختلط الحابل بالنابل نهار واحد بيناتهم كاين انا والله لاتاسف واتاسى والله يجوني بنات في سن الظهور 18 سنة 19 سنة طلقت أو رايحة تطلق أو حابة تدير خلع قعدت شهر في دار راجلها صح كاين ما هن أقل كاين قعدت أسبوع في دار راجلها صار بسبب واش حنا نحوسوا على الأسباب حنا الآن رانا هنا باش نعالجوا الأسباب باش نوصلوا للناس الأسباب يا ناس هاي لك الأخطاء اللي راكم تديروا فيها يا ناس هاي لك الحلول اللي لازم تتبعوها قلنا نروحوا وندوروا ونعاودوا نولوا لمن نولوا للأصل إلى الكتاب والسنة نعم تبعوا الكتاب والسنة رانا سالكين نحيدوا عن الكتاب والسنة نحيدوا عن شرع ربنا سبحانه عز وجل نمرضوا ويصيبنا كل شيء إلا ما رحم ربي
شكرا استاذ بارك الله فيك. اكيد استاذ ايضا كاين يعني المرأة تتحمل والراجل اللي يتحمل هذه نقولوا احنا ماناش مكملين وكامل فينا اللي يدير الراجل ولا يتحمل دوكا لا لا المرأة هي اللي تتحمل ايضا لا لا المرأة هي اللي تتحمل استاذ باش نكونوا عادلين ما نقفوا مع الرجال ما نقفوا مع النساء احنا كنا ناس كنا مختلفين كنا فينا لي ديفو كنا عقليات يد ماشي يدنا واحده بصح ماشي اصابعنا ماشي كامل كيف كيف الرجال كاين مليح اللي ماشي مليح والنساء كاين اللي مليح واللي ماشي مليح المرأة هي اللي راهي استاذ قبل ما نختموا المرأة هي اللي راهي تتحمل لانه المرأة بين بكري وذوك ماشي كيف كيف المرأة بكري كانت تتحمل هي اللي تعجن وهي اللي تغسل الحوايج بيديها وهي ونعرفوا هذا الشيء والان المرأة تريد ان تساعد زوجها تريد ان تعمل وتريد ان تنجب الاطفال وتريد ان تتنقي وتنظف وتتحمل الزوج وليسونسيال ان الزوج تاعي يكون مرتاح لانه انا مستحيل مستحيل ان توفق بين هذه الامور توفق الكثير من النساء توفق بين العمل والبيت الكثير من النساء يعني نعم 50% نعم نتحداك نديروا انا وياك دوك انا قلت لك نديروا تحدي نخرجوا للشارع نعم نخرجوا للشارع ونروحوا نشوفوا نتحداك استاذ شوفوا بين المراه العامله والمراه اللي الماكثه في البيت شكون هي المراه اللي راهي توفق نتحداك انا يجوني يا اختي نعم. نساء والله العظيم نساء يجوا يقولوا لي ندمنا لقد ندمنا وأين الحل؟ وأين الحل؟ نعم الحل في الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما كاش فوق كتاب ربي أكيد ما كاش فوق كلام ربي ما كاش فوق كتاب ربي إذا مشاهدينا الكرام نقول لكم نروحوا على فاصل قصير ونعود نرجع لكم باش نستقبلوا كل مكالباتكم بقوا معنا وما تزفيوناش عودنا ولينا لكم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم وحيثما وجدتم اذا مشاهدينا الكرام احنا كنا في نقاش مع الاستاذ اسماعيل شيبان الجزائري لانه ما تحديتك نعم. انا تحديت انا الاول انا تحديت لا تقبلي انت التحدي نعم لنا نقبل تحدي مشاهدينا الكرام انا لست مع النساء 100% لكنني نشوف اني نهضر في لا رياليتي استاذ اني نهضر في حاجه حقيقه في راهي تصرى في المجتمع الجزائري المراه محقوره مسكينه هكذا حبيت تقول المراه ما قلتش محقوره تقولي هذا الاستاذ اللي جبناه رايح يحقر في لا لا انا ما قلتش الاستاذ تحقر ما قلناش انه الاستاذ تحقر في المراه لكن انا مع المراه لانه المراه هي اللي تعمل وهي اللي تربي وهي اللي تنقي وهي اللي تخدم وهي اللي تسيء انه ترفد البيت تاعها احب من احب وكره من كره وانا مشاهدينا الكرام انا مانيش معاهم في التحدي انا حكم بيناتهم ونشوفوا شكون اللي يربح ولهذا مشاهدينا الكرام انا نقول لكم نروحوا نشوفوا مع بعض اراء الشعب الجزائري ونعاودوا نرجعوا لكم احنا انا نتمنى انه تكون المسؤوليه تحملوها الاثنين لانه رانا في وقت بزاف صعيب لازم الاثنين لانه باش يكون توازن بين المراه وبين الراجل بكري كي كانت الحاله شابه والحاله مليحه كان الرجل هو اللي يتحمل المسؤوليه برا والمراه تحمل المسؤوليه داخل المنزل لكن الوقت اللي رانا فيه واش رانا نشوفه حاليا انه المراه هي اللي راهي تتحمل المسؤوليه تاع البرا والداخل يعني نتمناو انه ان شاء الله انا دائما مع المراه ودائما مع الرجل ولكن انا صريحه جدا يشوي كلارينات نتمنى الوقت اللي رانا فيه انه معليش تديه زوالي ولا يديها زواليه ولكن يليق يتفاهموا ويتعاونوا الاثنين لانه الوقت اللي رانا فيه صعيب بزاف يعني لازم المراه والراجل بون بور ما سي لو بابا هو اللي يقدر يتحمل المسؤوليه بارابور لا فام بارابور لا مامون بيان سور تقدر لا مامون تعاون لو بابا في لو كا وين ما يقدرش شغل موش لاحق في المسؤوليه تاعو في الجانب المادي المسؤوليه الكبيره اللي يقدر يتحملها في الدار سي بيان لو بابا باسكو كيما يقول لك الرجال قوامون على النساء هذه سي نورمال دوزيامون لا مامون ميم هي تقدر تان من ما نقولوش كلش الراجل لا مامون ثاني هي تقدر تتحمل مسؤوليات باغ اكزومبل كان لو بابا زعما ما يقدرش ما يلحقش زعما على الصوالح تاع الدار باغ اكزومبل القضيان كومون جيري لي تاش على ميزون لا ماما هي كشغل ال بخون توت لا ريسبونسابيليتي يا خويا انا جو بريفير المراه تقعد في الدار المراه اصلا تخدمت للدار تقعد للدار والراجل باينه هو اللي يتحمل كلش هو اللي
ليسونسيال هو يكون كلش في الدنيا هذه بالنسبه للمراه. يتقاسموا هي تخدم خدمه الدار وهو يخدم خدمه برا. شوف هو في الاصل الرجل هو اللي يتحمل المسؤوليه، لكن الواقع اللي رانا نشوفوه المراه راهي تتحمل اكثر من الراجل. الراجل يخدم ويجي يتكسل ما تسيب كلش واجد، والمراه تتعب برا وفي الدار. هذا هو الواقع اللي رانا عايشين فيه. المراه العامله توفق، انا نقولها لك راني شايفتهم انا عامله وكاين بزاف وكاين يخدموا حتى في الاداره. بعد تمشي مثلا استاذه ولا طبيبه ولا اللي تخدم يومات برك في الاسبوع توفق. المراه قادره، ربي عطى لها واحد القدره، ربي عطى لها قدره كما نقولوا احنا نفسيه وعضليه وفي العقليه، عطى لها هذه القوه اللي خلاها تتحمل وترفد وتخدم وتتعب. هذا هو اصل المراه. لكن اللي رانا عايشينه دوكا واقع مؤلم، يعني انا بكل صراحه نقولها لك واقع مؤلم، يعني خساره خساره خساره. المراه نشوفوها تتعب وتمد، يعني تمد اكثر ما يمد الراجل رانا نشوف في واقع، لكن ما تحصل على حتى شيء. يعني حتى اننا نشوف الراجل في بعض الاحيان الراجل هذا اللي هو ناكر لهذه الخدمه وهذا التعب وهذا الشقاء اللي راهي تواسيه المراه، يعني تتعب عليه من اجله. نقول هي في الاصل الزوجه هي المسؤوله الاولى والاخيره على قيام الاسره، يعني اذا كانت الزوجه هي اللي توكل هي اللي تشرب هي، يعني تقريبا كل المسؤوليه واقع عليها. ثاني حاجه واكبر حاجه هي المسؤوليه المعنويه اللي تمدها والعاطفيه اللي تمدها لاولادها لتخلق جو ايجابي داخل الدار. فرضا ان المراه برك تكون مكتئبه فقط ويدخل اولادها يدخل زوجها اذا لقاها غير شويه يعني تخلي الجو كامل مكتئب. لهذا نقول باللي ان المراه الدور تاعها داخل المنزل وهي ركيزه تاع بناء الاسره. نقول باللي ركيزه لبناء الاسره. شوف المراه العامله اللي تكون امراه ذكيه وتقسم الوقت تاعها راح توفق بين العمل برا والداخل، لانه مثلا انا نتكلم على المراه العامله يعني راح اكيد راح تتوفق. قلت لك ولكن تكون ذكيه. صح مش ماهيش سهله انه تكون عندك مسؤوليه برا ومسؤوليه الداخل، يعني راك تربي وراك تربي في اجيال، يعني مش تخدم برا وتطلق التربيه، لانه الشارع ماهوش حيربي اكيد سخت الوقت اللي رانا فيه. بكري كان الجار يزكي كان العم يزكي، دوكا خلاص كي يشوف يدور وجهك شغل ما يقولك انا نتلهى في ولادي، ولكن هذا خطا. يعني حتى دخلت لك في موضوع اخر، لكن نرجع لهذا السؤال انه المراه الذكيه اللي تعرف تتعامل وتوفق بين البرة والداخل اكيد راح تكون ما تكونش صعيبه شوي ولكن تقدر. نتكلم حاليا على مثلا على نفسي انه انا نقدر نوفق بين البرة والداخل، لانه اللي يكون يعرف المسؤوليه من صغره ويكبر عليها اكيد راح تقدر توفق بين الاثنين. ولكن احنا نتمناو انه الراجل يعاونها برا شويه وهي تكون ثاني كل داخل، ويكون انه تفاهم. شوف اول حق شوف في نجاح العلاقه لازم يكون تفاهم بين المراه والراجل، يعني ما كاش تاع هكذا وهكذا، يكونوا متفقين متحدين ينجحوا. ايه مسؤولية تاع الدار بون انا شبو جيغي لي دو تاش او ميم تان. انا بون انا شوي انسينيونت جو بو جيغي مون ترافاي ا لا ميزون اي مون ترافاي ا ليكول. سورتو زعما بالك يكون مريض يكون زعما ما يقدرش يدير تال تاش تال مش فيها ما فيها والو بالنسبة ليا. Oui, bien sûr, elle peut gérer les deux tâches en même temps. Par exemple, je suis enseignante, je peux gérer mon travail à l'école et mon travail à la maison. C'est tout. Moi, par exemple, je suis en train de faire parce que je dire occupation. Vous voyez? تقدر لا مامون تعاون راجلها بزاف في صوالح في التربيه في الجانب المادي في بزاف صوالح. لازم تعاون راجلها كما يقول لك باش نكونوا اسره تكون كيف يقول لك اسره مليحه تكون متينه تكون لاباز تاعها سوليد فوالا تو. الراجل وحده ماهوش حيقدر والمراه وحدها تانيك مش حتقدر. يتعاونوا ويتفاهموا سواء يكونوا الاثنين في زوج يخدموا برا
والداخل يقدر حتى يعاونها، يعني مش عيب، يعني ما عادي. انا ما نشوفهاش انه نقص في شخصيه الرجل، او بالعكس انه هو يكون سند لها وهي تكون سند ليه. انا دائما واش نقول بوفغ سورتو لا فام الجيريان، نقول دائما بوفغ فام الجيريان، لان المراه الجزائريه يتمناها كل واحد، وهذه نقولها لك انا، يتمناوها المشارقه، لانها تجاهد مجاهده، تتعب. شوف نقول لك حاجه، تروح تجي ما عندهاش سياره، تكري طوموبيل وتروح تجيب ولادها وترفدهم وتروح للدار وتطيب وتقضي في كثير من الاحيان، زيد تقضي له، زيد تجيب له، لان علاش كي تدخل للدار تقول له تروح تجيب لي هذيك الحاجه، على ما قلتيليش من قبل، على ما قلتيش من قبل، قالك تجيبها في طريقي، هي مسكينه واش دير، تتحمل تجيب وكاع. المراه شوف تمد، المراه تخدم تتعب، تعرف واش تساوي، هي واش تحوس، تحوس على الكلمه الطيبه، تحوس على القلب الطيب برك، هذا هو. لماذا؟ لان هي الحياه الزوجيه هي مساله تشارك، يعني كما نقولوا احنا شركه ما بين الرجل والزوج، وبالتالي باش يبنوا اسره اللي هي طبعا اسره مبنيه على الاخلاق يعني الاسلاميه وغير ذلك من الامور، وفي الجانب الاقتصادي كذلك تعاونوا. كثير من الناس ربما صح فعلا، كان الناس اللي تشوف اللي يودي من جانب المادي ولا ربما، انا نقول باللي يودي هنا دوك لازم نختاروا، يا اما من جانب المادي باش نكونوا اليز، ولا تكون حياة الأسرة يعني تكون متوازنة كي يكون عندها مداخيل، وهذا راح نطلبه من المرأة أنها تزيد تضحي، وهذا مش هذا مجهود كبير راح تقوم به. ثاني حاجة كيفاش يعني الحنان الأم، تخيل باللي أنا منذ يعني كي نلحق طفل صغير تروح تدي لاكريش، طفل صغير تدي لاكريش، الصباح تنوضوا معاه باش تروح تخدم، ينوض الحنان تاعو يسنى يماه، هذه كاع نقصناها للطفل في حق الطفل، وعطينا مجهود اخر للمراه وتعبناها وما عطيناهاش الدور تاعها النفساني اللي تقدموه، العائلي والعاطفي اللي تقدموه للاسره تاعها الاصليه اللي هي الزوج والاطفال. اذا عودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، بعد ما شفنا مع بعض اراء الشارع الجزائري وهي كلها تبقى وجهه نظر. اذا مشاهدينا الكرام وقت ضيق جدا، لكن احنا ما خلوش مكالماتكم الهاتفيه تروح هكاك، لكن نستقبلهم ونستقبل اول مكالمه هاتفيه. الوي السلام عليكم. لا بس الحمد لله، وانت يا الاخت لاباس، مرحبا بك في صباح الجمعه. نعم نعم الاخت عاودي بك ذكرينا الاسم والولايه. قلت لك الاسم معك ام ايه من ولايه. نعم عاودي لنا بك سؤالك لنهار اليوم. قلت لك انا في ايام نشوف الكوابيس الملامات في قلبون. يعني كل يوم عندك تشوفي المنامات الأخت؟ لكن وينكم؟ نعم نعم الأخت، من فضلك أنت ربما كي تروحي للبيت تروحي للبيت داركم، ولا أسكو عندك هذوك المنامات ولا لا؟ لا أختي لا في البيت تاعي اللي نشوف هذه المنامات. نعم شكرا، يعطيك الصحة على السؤال، واحد تسمعي الإجابة إن شاء الله. نعم شكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا نجيب على أختنا أم آية، نشوف كوابيس ومنامات مزعجة، تقول أنها تشوف هذه الأمور إلا في بيتها، يعني في بيت الزوجية، يعني لما تروح للبيت أهلها ما تشوفش هذه الكوابيس. الآن هنا نقولوا ممكن هنا ممكن يكون كاين سحر، ولكن قبل ما نروحوا للسحر وكذا نقول لها يا أختي الكريمة، هلاك تقرأ أذكار النوم، هلاك تحصني نفسك، هل بيتك محصن؟ هل تقرأ قرآن في البيت؟ هل ما تشغلوش الغناء والموسيقى في البيت؟ هذه كلها أمور، كلها لازم نقولها، لازم نذكرها. ثم قد يكون هناك سحر، لأنه الإنسان كما هو معلوم أنه الإنسان لما يرقد تسمى الموت الصغرى، يعني روحه تخرج من جسده، ما دام خرجت روحه من جسده راح تسبح، راح تروح الأماكن. ممكن بسبب التفكير في أمور سلبية تحدث معه في اليوم، ولكن الحالة الأخت هذه يظهر والله أعلم أنه عندها إصابة روحية، قد تكون بسبب العين وقد تكون بسبب سحر. فوش نقول لأختي الكريمة؟ حصني نفسك، عالجي نفسك بالرقية الشرعية، قرأي القرآن، عليك بالأدعية المأثورة، لما تكوني داخل بيتك تقولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، رشي زوايا البيت بماء مرقي، ابحثي في بيتك لعله يوجد سحر،
فسحرها فوجود السحر هذا أدى إلى وجود جن في البيت. كل هذه الأمور لازم ننفيها. إذا كان بقى الأمر هذا وبقيتي في نفس المشكل، شرط أن ما يكونش عندك غير المنامات فقط باش نقولوا هذا راه عندك سحر، كاين أعراض أخرى تكلمنا عليها سابقا ومازال نقول كنا نتكلموا عليها في حصة شذرات، أنا نتكلموا على الأعراض، أعراض المس، أعراض السحر، أعراض العين. تابعوا الحصة وكذلك شوفوها اللي ما قدرش يشوف الحصة وفاتوا في الوقت المخصص لها في البرمجة يشوفها موجودة على قناة اليوتيوب. أكيد على قناة اليوتيوب. نعم بارك الله فيك. فيشاهد ويتبع هذه الأعراض، نتكلمنا فيها كلام كثير. قلت أختي الكريمة هذه إذا كانت عندك إصابة وكانت عندك أعراض أخرى من التي ذكرناها سابقا، هنا نقول لك يا أختي الكريمة روحي ترقي، روحي تلقي، ولكن بشرط نقوله دائما راقي أمين في دينه وأخلاقه. وبارك الله فيك، وهذا هو الجواب. إذا نستقبل ثاني مكالمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي أختي، صباح النور، تفضلي، كيفاش الاسم الكريم؟ اسمي منال. منال؟ إيه؟ منال، تفضلي منال، وش من الولاية؟ الولاية كرمدية. مدية؟ الله يبارك خيار الناس. تفضلي يا منال، الشيخ راهو امامنا، ربما تحبي توجهي له سؤالك. انا حاب نسقسي الشيخ ونقول له بلي انا كي نروح للعرس شوفي نروح للعرس ما نعرفش نبدا غير حاجات مسيام، يقول لي راه تموت، يقول لي تكون يرحمك. كل ما تروحي للعرس يصرى لك هكا. اذا راح نجاوبوك على السؤال تاعك. شكرا لك يا اختي. شكرا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نجيب اختنا الكريمه، قلها العراس وما العراس، الاعراس ثم الاعراس ثم الاعراس. يا اخواتي يا امهاتي، تكونوا رايحين للعرس ما تنساوش الحاجه الاولى هي الاذكار. هذو اذكار ماشي غير هذاك النهار، لازم كل يوم الاذكار، بصح هذاك النهار غير قراوهم مليح 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 مليح. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، كي تلحقوا المكان اللي رايحين العرس لا تنساوش الذكر، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كي تدخلي كذلك، اذا كان عرس فيه غنى وفيه شطيح وفيه هذاك، غير ما تروحيش ليه اصلا، خاطر راح تمرضي، ولا ما مرضتيش في نفسك راح تمرضي في دينك. هذا الامر من الامور. كذلك ذكرت انا واحد الحاله رقيتها، ربطوها عروسه، ربطوها في عرسها، ربطوها. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم، سحر داروا لها السحر. بعد جات الحمد لله، الحمد لله ربي رقيتها، الحمد لله ربي فرج ربي وارتاحت. جات يمها تزوخ، نساك على بالك، جات تزوخ قالت لي انا يا وعرضت 400 وحده ودرت 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 ودرت. ومن بعد كي رحنا نشوفوا الكاميرا لقينا وعرفنا اللي دارت هذه الحاجه واش دارت لها ومنها ومنها. قلت لها ما تحكيليش على الكاميرا واش شفتي وشكون دارت شكون ما دارتش، احكي لي على المصيبه اللي كنت دارتها انت في عرسك. قلت انت شفتي 400 مرا اللي زانفيتي جبتهم في الصاله، انت ما شفتيش الغنى اللي كنت ديري فيه، ما شفتيش العرى اللي كنت ديري فيه، ما شفتيش امور كلها اللي انتم تعرفوها يعرفها المشاهد الكريم بلا ما نفصل فيها. ما شفتيش الجن والشياطين اللي كانوا في العرس ديالك، هذوك ما شفتيهمش، ما شفتيش الاسحار التي عقدت في العرس تاع بنتك، ما شفتيش الحسد والعين من تل من ولك الشياطين اولئك الجن في العرس تاع بنتك، هذو ما كامل شفتيهم، شفتي غير 400 انفيتي اللي جبتيهم. فنقولوا خوتنا الكريمه هذه ولا المراه واحده اخرى ولا جميع وحده تروح للعرس، العين حق. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام اقضوا حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود. هنا يهمنا الشطر الثاني، فان كل ذي نعمه محسود. امراه تشوف امراه ولا راجل يشوف راجل ولا راجل يشوف امراه ولا امراه تشوف راجل ويشوف فيه امر وما يبركش. قلنا بسلم اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليدعو بالبركه فان العين حق. هاو يصيبه بعين. تخيلي انت في العرس هذا شحال من وحده شافت فيك وما قالتش الله يبارك. اكيد تتقاس بالعين. نعم اكيد. شحال من شيطان من شياطين الجن كان حاضر في العرس هذا اللي مليء بالمحرمات وكان يشوف فيك، اكيد راح تمرضي.
وهذه يصرى بزاف بزاف نساء. صحيح اكيد. نرسو ما تمرض، هذه معروفه يعني، خاصه اللي تشطح ودوك اللي تبان يعني تظهر. والله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربما شيخ نحن الوقت يداهمنا، اذا احنا ربما كنصيحه للرجال والنساء في زوج. نعم بارك الله فيك. هنا تقول احنا مشاهدينا الكرام انا درنا تحدي، لكن هذا التحدي مش انه انا مع النساء 100%، ولكن وليس الاستاذ مع الرجال 100%. احنا ربما كمناقشات رانا نديرو فيها ورانا نعيشوها، وكل واحد عنده وجهه نظر تاعو. احنا ماذا بينا انه نحسنوا المجتمع تاعنا، والمراه تحسن روحها مع زوجها، والراجل يحسن روحه مع الزوجه تاعو. حاجه ما تدوم في الدنيا هذه، تدوم غير الحاجه الحلاليه هي اللي تدوم، والحرام عنده ما حيدينا. يعني كلنا غلطوا، ان شاء الله ربي يهدينا يا ربي ويكبرنا على طاعته وشفعته. امين امين يا رب العالمين. نصيحتي التي انصحها ككل مره واعيدها، علينا بالرجوع الى الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. علينا بالرجوع الى الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، هذا الامر الاول. انه اذا كان حدنا عن هذا الكتاب وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أوتيت القرآن ومثله معه، هنا التشريع، من هنا يخرج الشيء الإسلامي، من هنا تخرج الأحكام، من هنا تخرج العادات، من هنا تخرج العبادات، المعاملات كلها موجودة في هذا الكتاب العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان حدنا عليهم وخرجنا منهم راح نعيش معيشة ضنكا. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونقول كذلك لن تزول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. من بين الأمور التي سوف يسأل عنها الإنسان عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الشاهد عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل الأمور السابقة يسأل عليه الإنسان مرة واحدة، إلا المال فإنه يسأل عنه مرتين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. معذرة، من أين اكتسبه؟ شوف المال هذا اللي جبته، هل هو من حلال أم من حرام؟ صرفت أنت على أولادك ولا على مرتك ولا على نفسك، من حلال أم من حرام؟ شوف فيما أنفقته. داك تروح تدير عرس وتدير فيه المحرمات، راح تسأل عن المال هذا يوم القيامة. والله ستسأل وأسأل ونسأل جميعا، ونقف بين يدي الجبار فيسألنا الله عز وجل. ليس بيننا وبينه ترجمان، عبدي لما فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا عند السؤال. آمين. ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا. آمين. أختم إن شاء الله تعالى بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ولا ننسى الساعة الأخيرة من يوم الجمعة قبيل المغرب، وهي ساعة يستجاب فيها الدعاء، فادعوا لأنفسكم ولأبنائكم ولإخوانكم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. وبارك الله فيكم، وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم، وأرجو أن أكون لا أحرجتكم بقولي وبكلامي، فالله يشهد أني لا أقول إلا الحق. والله تعالى الموفق، وهو أعلم وأحكم، وهو خير الحاكمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
شكرا لك استاذ اسماعيل شيبان الجزائري. وحنا كما قلت احنا ماناش نحرجوا فيهم ولا، لكن نحن نحكي في الواقع ونقول الواقع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولي الحق ولو كان مرا. احنا رانا نقولوا في الحق والحق يقال. اذا مشاهدينا الكرام كما شفتوا موضوعنا اللي كان لنهار اليوم مع الاستاذ اسماعيل شيبان الجزائري، وشفتوا ايضا مكالمته واتصالاته، وشفتوا التحدي بين الاستاذ واسماء، وشفتوا اراء الناس بين مؤيد ومعارض. انا معي نقول لكم انه احنا مازلنا متواصلين معكم، وحلقتنا مازالها متواصله معكم، لكن نروح على فاصل ونعاود نرجع لكم. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الاكارم اينما كنتم وحيثما وجدتم دائما من بلاطو صباح الجمعه من قناه الشباب والعائله. اذا شكون قال انه الجزائر ما عندهاش نساء؟ شكون قال انه الجزائر نساء هما اللي رمى في دينها وحتى رجالها اكيد. اذا سعيده جدا باستضافه سيده شيماء بهيه حمادي ملكه جمال الالماس الجزائري في بلاطو صباح الجمعه. إذا صباحك أجمل، الله يبارك لك، وردة بالأزرق يليق بك، راكي أصوغتي ما شاء الله. يعني جميل جدا أنه نلقاو يعني شابات جزائريات بهذا الجمال. أهلا وسهلا بك. صباحك جميل، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، شرف لي كبير أن نكون متواجدة معكم في برنامج صباح الجمعة. الشرف لنا سيدة شيماء، وأنا أيضا بدوري نشكرك ونشكرك، وأهلا وسهلا في بلاطو صباح الجمعة وفي قناة الجزائر أنوان. إذا سيدة شيماء، كيف كان اقتحامك لهذا المجال؟ كيفاش دخلتي لهذا المجال؟ أنا دخلت لهذا المجال عن طريق الصدفة، لأن أنا عندي شركة المعدات الفندقية وكانت صديقة لي تلاقيتها عن طريق الصدفة. رحنا نشريو حوايج، هي الأستاذة قصاب كريمة اللي نوجه لها الشكر من هذا البلاطو، أخذتني عند صاحبتها عارضة أزياء وعندها محل للملابس النساء ما شاء الله. ومن تماك كانت لي خداتني اخذ الصديقه تاعها، هي اللي عاونتني بزاف تانيك، درت لها شوتينغ في هذاك اليوم. نعم. وبعد درت ستاج تاع عارضه الازياء الحمد لله، وكان ربي وفقني، درت في رمضان وديت توب موديل لسنه 2022 ما شاء الله. وبعدك رحت لتونس في اوسكار شمال افريقيا كعارضة أزياء كذلك، وكان لي الشرف أني ديت أوسكار للجزائر وتونس وليبيا ما شاء الله. ما شاء الله. يعني اللي يشوف ما يقولش أنه صدفة، اللي يشوفه ويسمعك يقول أنه هذه دخلت لي عن حب وموهبة. نعم. وبعد حبيته. حبيتي المجال وراكي دائما راكي تناضلي على جالو، لانه ربما مجال العارضات الازياء يعني صعيب جدا. ربما في رايك كملكه جمال الالماس الجزائري، ربما انه اجتزتي الكثير من المسابقات، وشنو هما الشروط اللي لازم تتوفر في ملكه جمال؟ اول شرط لازم تكون عندك سيره ذاتيه مليحة، وتكوني ما عندك سوابق عدلية وماكش مسبوقة قضائيا. نعم. ولازم يكون عندك ما عندكش تصنع، تكون يعني وإنسانة متربية ومتخلقة وعندك سمعة مليحة. أول شيء ولازم عندك مستوى دراسي مليح، وتكون والثقافة من الشروط الأساسية باش تكوني ملكة جمال باش تدخلي أصلا المسابقة. نعم. وبالنسبة للجمال الخارجي، نعم، في الجمال الخارجي لازم يكون عندك وجه مقبول شباب، يعني ماشي كلش في الجمال الخارجي، يكون عندك جسم ما فيهش عيوب ولا تشوهات خلقية، ويكون عندك الطول والوزن يعني الجسم متناسق. نعم. بالنسبة للطول شحال يقول لكم لازم يكون؟ فوق المتر و70. فوق المتر و70 لازم يكون طوال. لازم الوزن 68 ماكسيموم. وانت هي؟ عندي الحمد لله. عندك متر وفوق 70 و متر و71 صيدة سنتين. ايه ما شاء الله. من داك 65 صافي. ايه صافي بليزي. يعني وفق شروط المسابقة. اي أيوة، ولازم تكوني رياضية، لازم تكوني تاكلي مليح، وتانيك لازم تكون باش تمثلي المرأة خارج الوطن وفي بلادك وتمثلي بلادك في أحسن صورة، لازم تكوني مرأة عندك ثقافة على الدول الأخرى وثقافة تاع بلادك والتراث، وتكوني يعني ممثلة وسفيرة لبلادك.
ما شاء الله في الجمال وفي التراث. اكيد 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 مادامك دخلتي لهذا المجال لازم تكون عندك ثقافه ولازم تكون عندك رشاقه ولازم تحافظي على الرشاقه تاعك وتكوني بشوشه كما هي. هاي بشوشه غير تضحك باش ما يقولوش عيطت لازي ازواخين خاص كي اللي يقول خذيك تزوخ خذيك ما تضحكش التصنع تكوني طبيعيه لازم تكوني على طبيعتك مثل المراه الجزائريه. اذا سيده شيماء كي قلتي المراه وتمثلي المراه في رايك انت ما هي مواصفات المراه المثاليه؟ مواصفات المرأة المثالية أنها تكون عندها حضور وتكون مرأة عندها استقلالية تأخذ في القرارات ديالها وتكون عندها هدف ولازم ما تفقدش الأمل وتوصل للهدف ديالها واش كان تمن. وبالنسبة للمرأة في رأيك أنت راكي من الفئة النسائية في رأيك هل المرأة تضحي من أجل الرجل؟ بالنسبة لي أنا نهضر على نفسي أكيد المرأة لازم تهتم بالجانب الآخر. نعم بالشخص الآخر يعني في بزاف عفايس باغ إكزومبل لأنه احنا أول حاجة لازم المفاهمة مع الشخص الآخر ولازم القدر يزيد في هذا أهم شيء أهم شيء وما ننساوش تعاليم ديننا الحنيف الحالي في هذه الامور يعني ربي سبحانه وش قلنا وجعلنا بينهم موده ورحمه ليسكنوا اليها يعني ربي دار ما بين المراه والرجل موده ورحمه والسكون. لا. لازم المراه باش ما تتشتتش الاسره الجزائريه ولا الاسره كامل احنا في مجتمع عايشين مجتمع شرقي ذكوري لازم نمشوا على حساب الدين تاعنا والمجتمع تاعنا لازم وما ننساوش ان ربي سبحانه دار طاعة الزوج على فضله على طاعته قال لهم امرتم من عبادي ان يسجدوا لغيري لا طلبت من المراه ان تسجد لزوجها يعني وما ننساوش ثانيك ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وصانا بالنساء وقال واستوصوا بالنساء خير اي القوارير. نعم نعم جميل جدا يعني ما شاء الله اللباس هو مظهر أكيد. لكن الثقافة والأخلاق كلها مخبأة في روح الإنسان يعني احنا ربما كل عريضات الأزياء نشوفهم مظهر من بعيد ما نعرفهمش يعني كيفاش دايرين ما نعرفوش كاين لا ماجوريتي بانوا متكبرين كيفاش تمشي هي نورمال هذه خدمتها هذه خدمتكم لا لا بصح نشوفوا احنا انا ماناش نهضر كإعلامي احنا نحن إعلاميين فوالا اكزاكتومون يعني هذا لازم تتبع يعني شروط الخدمة تاعها هذه هي نحن كإعلاميين نعرفوا هذا الشيء لكن الناس اسكو راح يشوفوها هكاك ولا ليسونس يقول لك ولا غير شابة ولا غير ما شاء الله بصح ما يعرفوش واش كاين من الجانب الحقيقي لأنه الأخلاق ثاني تلعب دور خاصة في احنا في مجال الإعلام لازم تكون مخلوق لازم تكون انسان اصلا سبونطاني لازم بزاف صوالح ما عندكم حاجاتكم اكيد لازم تكوني متربيه وتكوني خلوقه وتمدي احسن صوره للمراه باسكو الناس راهي تبعك وراكي مؤثره. نعم لازم تكوني دائما تمدي الافضل للبلاد باسكو لازم المراه يكون عندها فكر وهدف تمد وتزيدو باش تزيد في المجتمع نتاعها. نعم اكيد المظهر الخارجي مجرد مظهر كما احنا نقولوا لباس مجرد مظهر الصح كامل واش كاين داخل في الاخلاق تاع الانسان وكيفاش يهضر مع الناس وكيفاش يتعامل مع الناس. اذا نبقاو دائما المراه يعني نعتبروها هي يعني العمود الاساسي في المجتمع سواء نعم. من ناحيه الأسوأ من ناحية زوجها ولا حتى كي تكون ابنة ولا تكون أخت يعني شوفوا أن المرأة هي الأساس في المجتمع في نظرك لماذا المرأة هي نصف المجتمع نشوف أن المرأة هي نصف المجتمع في نظرك أنت لماذا؟ لأنها هي المنجبة وهي الأب وهي الأخت وهي الابنة وهي الوطن وخاصة إذا كان عندها فكر وزادت هدف يعني تكون قائدة للمجتمع وتكون أكثر من نصف تكون أكثر من تكون أدت الواجب تاعها أكثر من نصف المجتمع يعني كانت تركيزة والعمود تاع المجتمع. نعم نعم إذا سيدة شيماء وشنو هي نصيحتك للمرأة؟ دائما أقول للمرأة الجزائرية أنها تكون قوية وتكون مستقلة في اتخاذ القرارات نتاعها. نعم وكما تستثمر القوة نتاعها في تطوير المهارات نتاعها وتكون
امراه محاربه وتكون عندها امل وما تفقدش الامل في الدنيا هذه والثقه فيها وتثق في ربي سبحانه وتتكل على ربي وتكون الذات تاعها بنفسها ولا ما كانش عندها سند تتكل على روحها. اكيد اكيد. اذا ايضا سيده شيماء نشوف انه انت اول جزائريه تكرم بالذهب والالماس، ما شاء الله عليك، تفضلي. يعني غير اكاديميه، يعني انا اكاديميه الالماس الدوليه توجت عندهم وتكرمت بالذهب والالماس من اكاديميه ليو ايفنت للحنه الجزائريه، هي اللي كرمتني. نوجه لها الشكر ونوجه الاكاديميه تاعي اللي ديت معها التاج الشكر للمسيو ارسلان اللي كان حاضر معنا. وهذا ما كان، هذا شرف لي. شرف 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 ليك وشرف لينا نحن كجزائريين. اكيد ربي يحفظك وربي يحفظهم كامل. وبالنسبه للاكاديميه هل عندها احتكارات ولا لا؟ لا اكيد لما تتوجي في بلادك، انا كاكاديميه الالماس الدوليه اللي توجت معها عندي عقد عمل معاهم محدد. يعني اي حاجه نديرها يدخلوا فيها وهما اللي يسيروا للاعمال تاعي. نعم. اذا نشوفوا انه اليوم شيماء راهي بالاطلاله، راهي بالقفطان. هذا قفطان جزائري من عند اليونس مارياج اللي نوجه لها خالص الشكر. ما شاء الله يعني خرج لك هايل، جاك شباب ما شاء الله. الله يسلمك، دائما حاضره بالازياء تاعها جديده، عندها ملابس ما شاء الله. ما شاء الله نتمنى تلبسوا من عندها ان شاء الله. ان شاء الله لما لا، في المناسبات احنا نلبسوها كيف ما نقدروش. احنا توما هذه خدمتكم، احنا اعلاميات ماناش ملكة جمال ولا احنا اعلاميات ما نقدرش نلبسوك كل يوم هكا. كي تتزوجوا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي تولي لنا الزواج ان شاء الله. ان شاء الله. ربما شيماء يعني في المجال تاعك دخلتي لهذا المجال كان كاين في الانتقاد، هذا بدون شك. كيفاش تعاملتي مع هذو الانتقادات ولا واش كانوا الانتقادات، واش كانوا يقولوا لك، كيفاش كانوا ينتقدوك، كيفاش تعاملتي معاهم؟ الحمد لله ما كانوش عندي انتقادات ولا انتقاد. ما عنديش، ما الحمد لله ما عندهاش انتقاد، شابه ومربيه. وشنو اليوم صوتها باش نذكروا بك مشاهدينا الكرام؟ شيماء انسانه خلوقه الله يبارك، كي حشمت حنايا وسيناها انفيتيناها قالت لنا اني مريضه، قلنا لها معليش حنا ماذا بينا حنا نشوفوا الجمال ما تحقوش الصح. رغم المرض تاعها لافوا تاعها راهي اليوم بحانه شويه، عندها الرجي راحت كامل بصح هكا قالت لي انا نحب الجمهور معليش على جال الجمهور نجي ان شاء الله هكذا. اذا احنا ماذا بينا ندعموا كل نساء الجزائريات اللي ربما كل نساء كل امراه عندها حاجه اللي مختصه فيها. والحاجه اللي تعجبني في النساء الجزائريات ما شاء الله تلقايها في الحرفه، تلقايها في عالم الاعلام، تلقاي بزاف النساء. زيدي تروحي في عالم الجمال تلقاي النساء. مانيش كنت خرجه لا باسكو انا كل ما نهضر يقول لك راكي دائما ضد الرجال. انتوما السبوعه تاع الجزائر وانتوما كلش، لكن النساء قوه، النساء عظمه. انا بغمو اكيد، لذلك انا قلت النساء نصف المجتمع. اكيد المراه كيان جميل، ويقول لك ما كانش مراه قبيحه، كل المراه بالميزه تاعها. نعم والمرأة هي عنوان الجمال وهي ركيزة المجتمع. الله يبارك ما شاء الله. أكيد أن المرأة الجزائرية الخاصية اللي عندها ولا اللي تميز المرأة الجزائرية عندها القوة والعزم والإصرار. يعني إذا عزمت على حاجة ولا أصرت على حاجة ما تخليهاش. نعم. سواء من ناحية يعني تحقيق الهدف ولا من ناحية خدمة ولا حتى قراية ولا أي شيء، حتى في البيت. يعني كي مثلا حتى نشوفوا حنا في ديورنا يماك كي تقول لك حشية ندير فطير، دير هذاك الفطير، تقول لك حشية نشرب قهوة بهذيك الحاجة، عندها كلمتها هي راس مالها، كي تعول على حاجة ديرها. نعم. إذا نروحوا للسيدة شيماء. السيدة شيماء وشنو هي أصعب حاجة جوزتيها في حياتك؟ أصعب حاجة جوزتها في حياتي هي المرض. نعم المرض دائما يكون صعيب. توجو عندنا نكون مريضة بزاف. توجو عندك المرض، إن شاء الله ربي يجيب لك الشفاء. يعني حاجة اللي حبيتيها كامل في المجال. الازياء انا نحب الموضه، تحبي الموت على الحوايج. ايه زيدي واش تحبي في المجال تاعك؟ في الموضه كاين موضه من الموضه، كاين الكلاسيك، كاين العباءات، كاين بزاف سبور في كوتي دو سبور. الرياضه
تحبي سبور ما لابينا بلي تمارسي سبور واش من سبور اللي ديريها؟ انا نحب ممارس اللباس الرياضي وانا نمارس الرياضه ندير فيتناس ندير لايغوبيك كل مره كيفاش ندير لا مارش في الغابه في بوشاري يعني تجري بالهواء الطلق يعني يعني الرياضه شغل مريحه يعني كي دير الرياضه بالك نحي كاع الطاقه السلبيه كل جمعه تخرجي انا جايينك ها هي غير فاتتنا هذا كيفاش تجوزي الجو مع ديالك نجوز على الرياضه نرقد شويه نوض ما تخدميش شغل ما طيبيش والو نو خاطين نتمنى نولي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله وعلاش لا لا راني جايتك لواحد الحاجه صعيبه بالنسبه للماكولات كيفاش تاكلي كيفاش داير الريجيم تاعك كيفاش اكيد لازم ندير الريجيم باسكو انا اصلا سبورتيف ناكل الشوفان البيض ناكل ماكولات الرياضه زعما هذه الماكولات التقليديه كاع ما تذوقيهمش يعني معجنات منين داك في العراس كي تتشهي هكذا ولا باسكو هما يزيدوا في الوزن كامل هكا لا لا ما انا ما ناكلهمش هكا يعني ماشي لهذيك الدرجه نحب نحب الشوربه ايه شغل الماكولات المفضله عندي شلايد وهذه تاع الشوفان والاخرى هذه الخبزه عاديه انا نعرف نديرها ديريها انت بيدك بالبيض والشوفان والزبيب و... ايه ما شاء الله شغل الحاجات تاع فيتامينات ايه اللي بها نوقفوا سيده شيماء شكون وقف معك في هذا المجال من بدايته حتى لوين راكي الان بون ما كانش اللي وقف معايا الا الاستاذه كريمه قصاب توجور كانت تتبعني والحمد لله ودعوي الوالدين والحمد لله ومحبه الناس لينا الحمد لله على الناس ومع طيبه مع الناس والناس تحبنا ونحبهم نمدوا لهم مش نقدروا نمدوا من عندهم مش يقدروا يمدوا لنا ما شاء الله اكيد وين يكون النجاح يكونوا معاه دعاوي الوالدين ويكونوا الوالدين كاينين مع النجاح اذا ربما ككلمه ختاميه ولا كاهداء حبيتي توجهي تفضلي كلمه ختاميه نتمنى الشفاء للام تاعي ان شاء الله ربي يشفيها من الشعب الجزائري كامل وين ما كان يدعي لها باش ربي يشفيها ان شاء الله ونهدي من هذا المنبر السلام للاستاذه كريمه قصاب والبيانسور الصحفية الزميلة والأخت زهرة تاع الحصاد مجهولة تحية احنا زميلتنا زهرة نحبوها هي معنا يعني في سنوات معنا كأخت كبيرة في قناة الشباب والعائلية يعني نوجولها تحية انه زهرة تمشي معنا في القناة باحترافية الله يبارك احنا ولانا نقتديو منها انه هي ربما انصية في المجال نوجو لها تحية ونقولها ربي يحفظك ان شاء الله وربي يوفقك ان شاء الله وللافضل ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ندعي لها نقولها ان شاء الله ربي يجازيك خير ان شاء الله بزاف وقفت معايا ما ننساوش المخرجة نسيمة ابراهيمي اللي تانيك وقفت معايا وان شاء الله ربي يحفظها وهي سيده من سيده الخفاء مناضله القناه نسيمه ابراهيمي ان شاء الله ربي يجازيها خير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي ما ننساوش رامي راجل من رجال الخفاء ثاني تكنيك رامي وصح يخطينا نضيعو يخطينا من بعد هو ونسيمه يخطيونا نضيعو في صباح الجمعه اكيد انا ما كانش مبانو مشاهدينا لما كانش نسيمه ورامي ما بانوش ما ننساوش صالون مريم اللي هي تما كيلي دائما تكون حاضره معايا في الجمال وما خلاتنيش ان شاء الله ربي يوفقها ان شاء الله يا ربي وان شاء الله اليونس مارياج اللي توجور حاضره معايا في الازياء دائما عندها جديد وعندي جديد معاها ان شاء الله ربي يوفقها تانيك ان شاء الله امرأة ثانيك جزائرية مناضلة نعم تخدم نعم. وشوفي خدمتها الله يبارك ما شاء الله خدمتها تحكي عليها نعم شكرا وحنا يا بزاف ربي نقول للشعب الجزائري والأمة المسلمة كامل رمضان مبارك إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة إن شاء الله يا ربي يا رب. والعافية يا ربي وإن شاء الله ربي يهدينا ويهدي الامه امين امين اسلامية كامله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب جميل جدا انه نلقاو نساء جزائريات ما شاء الله عليكم اذا احنا عندنا بقى من الورود نقدموها لك ان شاء الله من بلاطو صباح الجمال انه انت ورده ونقدموا لك الورود ان شاء الله اذا مشاهدينا الكرام نسائنا مازال عندنا النساء وكاين عندنا النساء المناضلات والعظيمات واللي تخدم واللي تتعب واللي تصبر كاين منهم بزاف يعني ما تروحوش غير في الكوتي ربما كاين
بعض من النساء اللي ربي يهديهم، هذا مش عندي نقولهم هكا هذا اكيد. حتى من ناحيه في البيت احنا ما نروحوش غير كوتي خدمه، لانه احنا نخدموا حتى في البيت، وكاين نساء مناضلات كاين اللي تناضل في بيتها، كاين اللي مع اولادها، كاين اللي يتناضل مع الزوج تاعها في البيت تاعها. نقول لهم ربي يقدركم ان شاء الله، وفخورين بكنا وفخورات بكنا وفخورات باننا جزائريات. الحمد لله على نعمه الاسلام، والحمد لله على على شبان الجزائر وعلى رجال الجزائر وعلى نسائها. ان شاء الله نتلاقاو في الخير مشاهدينا الكرام، لكن احنا نزيدو نكملوا معكم لكن بعد هذا الفاصل. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم وحيثما وجدتم، دائما في نهايه البرنامج بالاهداءات، لانه احنا نحبوكم ونحبوا نوصلوا لقلوبكم اكيد. ومن خلال هذا الركن اللي خصصناه لكم، ركن الاهداءات، لنوجه فيه تحياتنا لكم واهداءاتنا لكم. نبداو باول اهداء اللي كان من عند الزميل محمد امين العيساوي، اللي وجه تحياته للوالدين الكريمين، ربي يحفظهم ويطول عمرهم ان شاء الله. يوجه تحياته للاخ الصغير نور الدين، ويتمنى له النجاح في شهاده البكالوريا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. والان شيخي نور إيمان توجه إهداءتها للوالدين الكريمين، حفظهم الله إن شاء الله وأدامهما نور الدرب وكل العائلة الكريمة من الإخوة والأخوات. إن شاء الله ربي يطولهم بعمرهم إن شاء الله، وربي يحفظ لك كل العائلة لك شيخي نور. أيضا إهداء آخر من عند الأخ محمد رامي، ليوجه تحياته للأخ نتاعو أحمد سامي كودي، لنوجه لكم تحية كبيرة. نعم. وكذلك الأنسة سونيا صدقاوي توجه إهداء وشكر لليديا، وتدعو الله المباركة لهما إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وبهذا الإهداءات نقول لكم وصلنا لختام حلقتنا لنهار اليوم. إن شاء الله ما كناش ثقال عليكم، وإن شاء الله يعني كنتوا استفدتوا منا، وإن شاء الله كانوا عجبوكم الضيوف اللي جبناهم اليوم، وكانوا عجبوكم فقرتنا. ايضا ما ننساوش نشكروا المحل اللي لبسنا بوتيك جولييت الاخ عليل، ونشكروك ونوجه لك تحيه كبيره. الاخ ايوب ايضا شكرا جزيلا، تحيه ليك اكيد. وانا نبقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم بزاف بزاف، نتلاقاو السنه الجايه ان شاء الله مع اكيد انا وزميلتي اسماء، مع ضيوف جدد، مواضيع جديده بكل تاكيد. من هذاك الوقت نقول لكم اختتموا اليوم الجمعه بالدعاء وصلاه على النبي الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. وايضا نوجه تحياتي انايا للام تاعي، ونقول لك ربي يشافيك وربي يطول عمرك ويخليك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلوات. إذن مشاهدينا الكرام نشكركم انتم متابعينا الكرام اللي راكم تتابعوا فينا واللي راكم تدعموا فينا، وربي يحفظكم وكل اللي راه يتابع فينا واللي راه يدعم فينا. احنا شباب يعني انا فرحانين معاكم، ورانا فرحانين انه راكم تتابعوا فينا. نشكروا دائما الطاقم قناه الجزائر عنوان على راسها المدير المخرجه نسيمه ابراهيمي، الطاقم التقني رامي وليد واميره ونوال، ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يوفقنا اجمعين. مشاهدينا الكرام احنا بدون اطاله ان شاء الله نتلاقاو بكم في العدد القادم ان شاء الله مع ضيوف كما قال زميلتي هاجر مع فقرات مختلفه. اذا دمتم في رعايه الله وحفظه.